يا صباح الخير على الأهلوية المتواجدين في كل مكان في العالم. أهلا بكم جميعا وبداية حلقة جديدة من 10 الصبح في الأهلي. حضراتكم ليكم وحشة كبيرة والله. زمان آخر لقاء كان لي أنا شخصيا مع حضراتكم كان آخر يوم من أيام رمضان. كل سنة وكل حضراتكم طيبين. امبارح نهاوند بقى هي اللي استهلت العودة. صباح العسل. صباح الخير يا كريم. امبارح فعلا كانت أول حلقة وطبعا كانت وحشة من غيرك جدا بجد. بس انت ليكي البركة وزيادة. كانت أجازة طويلة لكن فعلا البرنامج والله وحشنا، وفكرة ان احنا نكون موجودين مع حضراتكم برضو كل يوم دي بتفرق جدا. واحنا يمكن كمان في رمضان يومنا تشقلب شوية، بقينا بأولا شخصيا بقيت انام الساعة 4 و 5 الفجر كتير. فطبعا عشان نرجع نظبط تاني يومنا ان احنا ننام 10 بالليل ونصحى 5 الفجر الموضوع كان صعب شوية. النهاردة برضو انا كان مميت بالنسبة لي عشان اصحى، بس ان شاء الله الايام اللي جاية هيرجع الموضوع. ما تتكلميش عن النوم والصحيان لان انت عارفة اللي فيها. انت اصلا ابوس ايدك ما تتكلميش. انا بصي بالمناسبة انت كائن ليلي اصلا. انا كائن ليلي، وبعدين كانت حياتي ابتدت تتظبط كتير قوي بمعرفه 10 الصبح في الاهلي وبعدين رمضان. ورمضان طبعا الموضوع رجع اتقلب 180 درجه. امبارح بقى انت عارفه زي ما كنت حكيت لك من شويه ان انا كنت جاي من سفر، يعني سفر طويل شويه، فانا مطبق من امبارح. فبالمناسبه تجدر الاشاره يا حضرات لو حضراتكم لاحظتوا عليا يعني اي اعراض هفلطه في الكلام، بطوح راسي يمين او شمال، يعني ما تدقوش، ما فيش حد غريب والعمليه بينا وبين بعضينا. ما واخدين علينا. نبدا بقى كده ننوه معاك على الفقرات برده النهارده، ان احنا معانا فقرتين مختلفتين جدا. طبعا فقره منهم هتكون عن كره القدم وكابتن عادل عبد الرحمن نجم الاهلي السابق، والفقره الاولى هنتكلم فيها عن رياضه التجديف او الكايك زي ما بيتقال او بيطلق عليها، لان احنا بنبقى برده حريصين زي ما كنت بقول لحضراتكم امبارح ان احنا بنتكلم عن الرياضات المختلفه، مش بنتكلم بس عن رياضه بعينها، احنا بنحب نتطرق لرياضات مختلفه، وخصوصا كمان لو بنتكلم عن رياضات خاصه بالنادي الاهلي، ان الاهلي مؤخرا كمان يعني بيحقق او حقق بطولات بشكل ملحوظ جدا، وكلنا كنا سعداء واحنا حتى بنقول الاخبار دي تحديدا كمان قبل رمضان. ففي رمضان وبعد رمضان كمان حصل العديد من البطولات والفوز، هنتكلم مع حضراتكم طبعا على مدار يعني الحلقه. بس خلينا نبدا بقى معاك باول اخبارنا وكالعاده هيكون طبعا بالزبط. اول خبر عندنا ليه علاقه بالنادي الاهلي، عايزين نطمن حضراتكم. وصل بالفعل لاعيب الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي النهارده الصبح الحمد لله الى جنوب افريقيا طبعا استعدادا لملاقات فريق سان داونز يوم 22 مايو يوم السبت الجاي ان شاء الله في اياب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا. طبعا البعثه وصلت على متن طائره خاصه الى مطار جوهانسبرغ، وبعد كده اتحركوا على مدينه بريتوريا اللي هتستضيف مواجهه الاهلي وسان داونز. وطبعا زي ما حضراتكم اكيد عارفين ومتابعين الاهلي حقق الفوز في مباراه الذهاب بهدفين دون رد في المباراه اللي اقيمت مساء يوم السبت الماضي على استاد الاهلي والسلام، وان شاء الله الفوز هيكون هو كمان حليف النادي الاهلي في مباراه العوده باذن الرحمن. خليني اقول لحضراتكم بقى عن القائمه اللي اعلنها باتسو موسيماني لمواجهه سان داونز في اياب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا. بنتكلم ان هي جت يعني كالتالي: محمد الشناوي، علي لطفي، حمزه علاء، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، بدر بنون، محمود متولي، سعد سمير، ايمن اشرف، محمود وحيد، محمد هاني، احمد رمضان، بيكهام، علي معلول، وعمرو السوليه، اليو ديانج، اكرم توفيق، حمدي فتحي، محمد مجدي قفشه، ناصر ماهر، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، وليد سليمان، محمود كهربا، جونيور أجايي، صلاح محسن، محمد شريف، ووالتر بواليا. يمكن أسامي برضو من اللي احنا ذكرناهم دلوقتي كان أو كان عندهم غيابات في ماتشات سابقة لإصابات وإجهاد، لكن زي ما حضراتكم شايفين يعني احنا دلوقتي بنتكلم ان في أسامي رجعت مرة تانية، ولكن هيغيب للأسف الشديد ده برضو هيغيب عن التواجد للأسف لإصابته بفيروس كورونا مصطفى شوبير، وكمان هنتكلم ان هيغيب مروان محسن ل شعوره بالام في الركبه مؤخرا، فده هيمنعه من ان هو يكون يعني مع الفريق او ان هو يسافر. الفتره اللي فاتت يا كريم احنا سمعنا زي ما كنت بقول او كنا بنتابع يعني حالات كتيره جدا من اللجهات الخاصه بالفريق، سواء بنتكلم بدر بنون، علي معلول، يعني خلينا نقول رباعي الدفاع. علي معلول وحشنا. علي معلول وحشنا طبعا من ايام بايرن ميونخ دي حقيقه. كان في برضو اجهاد لايمن اشرف، وليد سليمان، يعني محمود وحيد زي ما كنت بقول، يعني برضو الفترة دي يمكن من مش هقول أسوأ الفترات، ولكن من أكتر الفترات اللي شاهدنا فيها في الفريق بعض الغيابات لسواء إصابات أو يعني فيروس كورونا أو غيره. بس نأمل إن شاء الله الفترة اللي جاية تكون أفضل بكتير، لأن إحنا محتاجين كل لاعب أكيد عندنا. فبالتوفيق بإذن الله. برضو مباراة أعتقد هتكون قوية جدا، يعني فيها إلى حد ما فكرة إن إحنا برضو نفوز يعني اتنين أو هدفين نظيفين دي حاجة كويسة جدا لصالحنا إلى حد ما، ممكن تديك نوع من الطمأنينة، ولكن أنت برضو محتاج إن أنت
هتضغط في المباراة إن شاء الله السبت الجاي في الإياب، وأكيد هنحلل الكلام ده كله وهنتكلم بشكل أكثر تفصيلا يعني في الفقرة مع كابتن عادل. أنت خدتي بالك وركزتي إن إحنا تقريبا يعني مش هقول لك لو كل حلقة بس على الأقل حلقة أو حلقة لا من قبل رمضان بكتير كل مرة بنتكلم عن إصابة شكل. يا كورونا يا إصابة عضلة خلفية يا إما عضلة ضمة يا إما يعني كمية إصابات مش طبيعية، زائد إن الحقيقة يعني أنا بشوف إن دي حاجة كانت غير مسبوقة، ما حضرناش النوع ده من المباريات المتتالية بالمعدل الوهمي ده سواء محلية إفريقية كل ورا بعض ورا بعض ورا بعض، فبطبيعة الحال هما في الآخر مش مكان يعني طبيعي يحصل ده. ما هي دي النقطة، أنا بتفق معاك جدا وده يمكن اللي أكد عليه وقلنا النقطة دي برضو بالأمس اللي أكد عليه كابتن سامي قمصان، لأنه تحدث إن بعد ماتش سان داونز تحديدا حصل إغماء لبعض اللعيبة ومنهم قلنا السولية ومجدي قفشة يعني، ففكرة بس مش عندك إصابات مش عندك كورونا لا أنت عندك كمان إجهاد بشكل ملحوظ على اللعيبة، فيعني إحنا لازم نكون متفاهمين ده يا جماعة ولازم كمان نعذر يعني ما نضغطش. إحنا بنأمل خير أكيد ولكن الضغط برضو بالشكل المبالغ فيه على اللعيبة ده مش كويس، احنا لازم نديهم الثقة واحنا اكيد واثقين هي يعني ثقة عن استحقاق، فبإذن الله اللي جاي يكون كمان افضل من اللي فات. برضو ما فيش شك في اللي انت قلتيه برضو اكيد صحيح، فكرة ان احنا فزنا في مباراة الذهاب بهدفين دون رد الى حد ما يعني شيء مطمئن، ولكن ده طبعا بطبيعه الحال اكيد مش معناه ان المواجهه هتكون سهله، اكيد مواجهه سان داونز هتكون مواجهه صعبه جدا، زي ما بنقول دايما يعني النوع ده من المباريات وكانها مباراه واحده طويله كل شوط عباره عن 90 دقيقه، احنا لعبنا 90 دقيقه في ملعب السلام الاهلي والسلام و90 دقيقه الاخرى ان شاء الله هتكون في بريتوريا، طبعا فريق سان داونز فريق قوي وفريق مميز، ولكن برضو نرجع ونقول فريقنا اللي فاز بهدفين نظيفين قادر ان شاء الله على ان هو يفرحنا مره ثانيه بالفوز في مباراة الإياب بإذن الرحمن. واللي عايز أكد عليها كريم برضو إن إحنا عايزين شخصية الأهلي تكون حاضرة وتكون حاضرة من الدقائق الأولى، هو ده اللي إحنا أو كل ده هو ده الشكل اللي إحنا دايما بنكون حريصين عليه، يعني المباريات اللي بهذه الشخصية، وأعتقد المباراة اللي جاية ما هياش مباراة بسيطة طبعا. إحنا لازم يكون أو تكون عندنا شخصية الأهلي حاضرة وكمان الدوافع تكون موجودة للاعبين بشكل يعني عام عشان نحقق فوز عشان نصعد بقى هنا لنصف نهائي. خليني اقول لحضراتكم برضو زي ما احنا عارفين احنا بنواجه يعني سان داونز للموسم الثالث على التوالي في نفس الدور، ان شاء الله نكون موفقين في المباراه اللي جايه، عندنا مجموعه كبيره جدا من اللاعبين المميزين واكيد الهدف بيكون الانتصار، ولكن التحليلات اختلفت زي ما كنت بقول لحضراتكم برضو، البعض بيرى ان لازم يكون في يعني ضغط من الدقائق الاولى، لو لا قدر الله سان داونز احرز جول في البدايه ربما ده هيبقى ليه انعكاسات سلبيه على الفريق، البعض الاخر كان بيرى برضو ان لابد ان تكون هناك روح الجماعه حاضره في مباراه الاياب، لان الى حد ما البعض قد راى ان في يعني في ماتش الذهاب كان في لعب جيد ولكن كانت شويه مهارات فرديه، التيم ورك ما كانش يمكن طاغي، احنا عايزين في الاياب يكون شكل افضل شويه، حتى الاجوال اللي جت تكون على اساس تيم ورك، ولكن ده لا يعني ينفي تماما ان احنا برضو احرزنا هدفين نظيفين اكثر من رائعين سواء محمد يعني طاهر محمد طاهر يعني كمان انا اعتقد ان الجول بتاعه ده كان رائع جدا او صلاح محسن، فيعني على ذكر كلمه طاغي انا بالنسبه لي بكلمك انا عن نفسي انا شخصيا اللي كان طاغي بالنسبه لي حاجه تانية خالص. ايه بقى ايه اللي حصل تحكيميا ده يا ست؟ دي نقطه بص يعني احنا اتكلمنا عدينا عليها كده امبارح بس لسه يعني لسه الكلام فيها ونامل فعلا النقطه في غايه الاهميه، ما اعتقدش يعني ان هي هتعدي زي ما ده اللي كان طاغي فعلا ده في لعبه بعينها لعبه بعينها المفروض اللي تسبب فيها يعني ده يتعمل له محضر تعدي مش مجرد مش مثلا ايه طرد ومثلا وضربه جزاء لا ده محضر رسمي يتعمل فيه. على كل الاحوال عايزين برضو نتكلم مع حضراتكم على الحقيقه كالعاده كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي دايما حريص على مسانده الفريق بشكل واضح وما فيهوش اي مساحه لللبس، طبعا هو بيترأس بعثه النادي الاهلي لجنوب افريقيا وده طبعا استكمالا لدعمه الدائم للفريق. خلونا كمان نتكلم عن دعم السيد وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي ومساندته للفريق، امبارح معالي الوزير اتصل بكابتن محمود الخطيب وكان حريص على الاطمئنان على بعثه النادي الاهلي وعلى التاكيد على الدعم والمسانده للفريق اكيد قبل لقاء العوده مع سان داونز الجنوب افريقي، وبطبيعه الحال تمنى لكل اللاعبين وللجهاز الفني يعني كل الخير لتحقيق نتيجه ايجابيه تضمن للنادي الاهلي التاهل للدور قبل النهائي لدوري رابطه الابطال ان شاء الله. يعني إضافة للنقطة اللي أنت اتكلمت فيها كمان يا كريم وجه كابتن محمود الخطيب الشكر والتحية لسيادة وزير الشباب والرياضة، ده
يعني بناء على اهتمامه وتقديره لفريق الاهلي اللي بيمثل اكيد مصر في دوري الابطال، واشار كمان لدوره الايجابي في دعم لكل الانديه من بينها اكيد النادي الاهلي، وخص رئيس النادي كمان وزير الشباب والرياضه بالتحيه على تعاونه وسرعه تلبيته بالموافقه على انشاء هنا يعني العديد من الشركات الاستثماريه التابعه للاهلي اللي اعلن عنها مجلس الاداره في اجتماعه الاخير واللي احنا اتكلمنا عنها بشكل يعني مفصل امبارح. شركه الاهلي لكره القدم، شركه الاهلي للمنشات الرياضيه، وشركه الاهلي للخدمات الرياضيه. ولكن لو هنتكلم شويه كريم بقى يعني وسريعا برضو عن شركه الاهلي لكره القدم، انت بتتكلم عن يعني صناعة مختلفة، هي موجودة في بعض يعني دول العالم، ولكن انت بتتكلم هنا في مصر، انت دايما بتاخد السبق، انت دايما النادي الاهلي اللي بيبقى عندك البداية، انت دايما النادي الاهلي اللي بتفكر بفكرة دايما يكون لصالح النادي ولصالح اعضاء النادي ولصالح الكرة في النادي. يعني فكرة هنا انشاء هذه الشركة، انت بتتكلم كمان انها هتبقى فيها اسهم، يعني هتبقى لا يعني اطار مؤسسي مهندم منظم مليون في المية. انت وده هياخدك لان انت بتتكلم عن الرياضه وكره القدم تحديدا، هتاخدهم منطقه تانية خالص. صحيح. يعني فهو ده ميزانيه تانية، شغل تاني. يعني ان شاء الله احنا بنامل جدا جدا الفتره اللي جايه يكون في نقله يعني حقيقيه في هذا المجال. وهذا نتكلم برضو ده اقتصاد، يعني طبعا. دي مش فكره طبعا. بس ده يعني استثمار وده وتجاره اقتصاد. واعلان وحدوته كبيره وفكره برضو اختيار الاسماء، يعني معلش هنقعد نعيد ده كتير لان ده كلام مهم، ان انت لما تيجي تنشئ حاجه زي كده وتفكر بهذا الفكره المتطور جدا واللي في غايه الاهميه واللي هيضيف بشكل كبير جدا وهياثر على هذه الصناعه، لما تختار كمان اسامي لها باع كبير جدا. يعني انت جايب مثلا على سبيل المثال لشركه كره القدم ياسين منصور، هذا الرجل اللي يعني اعماله يمكن هي اللي بتتحدث عنه، فكر استثماري رائع، هو كمان اهلاوي جدا وكان عضو مجلس اداره فيما سبق، فعودته عليه المشهد الرياضي مره ثانيه بتهيألي اضافه كبيره جدا. فيعني حسن الاختيار، ومش بس طبعا المهندس ياسين منصور، يعني كل الاسماء حقيقي اللي طرحت يعني أعمالها بتتحدث حقيقي صحيح. عنها. فإحنا بنأمل إن شاء الله خير جدا، متأكدين إن هتكون الفترة اللي جاية أفضل بكتير كمان على مستوى بتكلم هنا يعني الاستثمار الرياضي. بتهيألي فترة مش هتبقى طويلة وهتلاقي الكلام الجميل ده كله ابتدى يؤتي ثماره، والناس كلها تسعد بده. وكالعادة زي ما أنت كنت بتقولي من شوية، إن الأهلي كما هو يعني المعتاد منه دايما هو اللي سباقه، وبعد منه بكتير الباقيين بيمشوا على نفس النهج. على كل الأحوال عايزين بقى نتكلم معاكم على صعيد آخر. كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف عن التشكيل المثالي لدور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا. طبعا أقيمت منافسات ذهاب دور الثمانية من هذه المسابقة يومي الجمعة والسبت الماضيين، وشهدت تعادل مولدية الجزائر مع ضيفه الوداد المغربي بنتيجة 1-1، وفاز شباب بلوزداد الجزائري على الترجي التونسي 2-0، والأهلي على سان داونز الجنوب أفريقي 2-0، فيما اكتسح كايزر تشيفز الجنوب أفريقي ضيفه سيمبا التنزاني بنتيجة كبيرة حبتين الحقيقة 4-0. سيطر كمان لاعبي الأندية العربية على التشكيل المثالي اللي نشره الحساب الرسمي لكاف، تواجد 8 لاعبين بالأندية العربية. خليني أقولهم لحضراتكم: محمد الشناوي وأليو ديانج ده من الأهلي، مختار بالخيطر ده وأمير سعيود وزكريا دراوي من شباب بلوزداد الجزائري، يحيى عطيات ويحيى دبراني من الوداد المغربي، وميلود ربيعي من مولدية الجزائر، برضو أسماء أعتقد كلها كبيرة. طبعا امبارح بقى كان يوم يعني اهلاوي باقتدار، كان يوم حلو جدا امبارح على كل الاهلاويه الحقيقه. الفريق الاول لكره الطايره سيدات بالنادي الاهلي توج بلقب بطوله الدوري العام بعد نهايه الجوله الاخيره عقب فوزه على فريق الصيد بنتيجه 3-1، والحقيقه مباراه قويه جدا، وقدموا من خلالها يعني سيدات طائره النادي الاهلي عرض في منتهى القوه، وظهروا بشكل مميز جدا وحققوا الفوز بثلاث اشواط مقابل شوط واحد بفضل الضربات الساحقه، بفضل الارسال القوي، وبطبيعه الحال بفضل الاعداد الجيد لكل اللاعبات والتركيز الشديد على حسم المباراه. بس كنت بقول لحضراتكم يعني احنا على مستوى الرياضات المختلفه مش بس كره القدم بنحب ان احنا نركز عليها كمان، خاصه او خاصه في النادي الاهلي، لان احنا عندنا يعني بطولات وتتويج بشكل كبير جدا. زي ما احنا دلوقتي بنقرا هذا الخبر، التتويج بالدوري الموسم ده يعني اكيد ليه طعم مختلف. احنا بنتكلم فتره كانت صعبه جدا الفترات اللي فاتت بسبب كورونا، لكن كابتن حمدي الصافي المدير الفني للفريق الاول للكره الطايره سيدات كان بيتكلم ان الفريق
الفريق اجتهد وقدم كل ما لديه من جهود وقدرات فنيه طوال الموسم علشان ان هم تعهدوا على تحقيق بطوله الدوري عشان يوصلوا سلسله الفوز المتتاليه بالبطوله، واللي بتاتي خلينا نقول بفضل برضو دعم الجماهير ومجلس الاداره اللي دايما بيحرص حقيقي يعني على توفير كل سبل النجاح والاستقرار للفريق، وهرجع اقول تاني ولكل الرياضات التابعه للنادي الاهلي. يعني الف مبروك علينا كلنا اكيد، وخلينا ناخد على التليفون كابتن حمدي الصافي المدير الفني للفريق الاول الكره الطائره سيدات. يا كابتن حمدي طبعا في البدايه صباح الخير والف مبروك، وحاجه مشرفه حقيقه يا فندم. شكرا عليكم، متشكر جدا على الكلام الجميل دوت. الحمد لله يعني الفريق امبارح ادى مباراه قويه جدا، وكل اللاعبين كان عندهم اصرار ان هم يحققوا البطوله ويهدوا البطوله لمجلس الاداره اللي بيدعمهم ولجماهيرهم، ويثبتوا ان العاب الصالات في النادي الاهلي الحمد لله بخير. يعني علشان اوصل لهذه المرحله زي ما كنت بقول رغم الصعوبات كتيره جدا لازم يكون في مجهود. انا عايزه اروح مع حضرتك برضو علشان جمهور الاهلي يبقى سامع ده، الصعوبات اللي واجهت حضراتكم وازاي تم التغلب عليها؟ هي فتره ما هياش سهله ابدا على الكل، ولكن النادي الاهلي ما اعتقدش ان احنا شعرنا في اي فتره من الفترات ب يعني اختلاف في الاداء او ان هو كان فتره مثلا مش بيلعب بالشكل المرجو، لا بالعكس انتوا دايما كنتوا محافظين على اداء رائع جدا وكمان بيتم تتويجكم ببطولات، فبجد لازم نعرف بحضرتك برضو ازاي ده تم. اتفضل يا فندم. الحقيقه طبعا احنا عارفين ظروف الكورونا يعني كانت مؤثره جدا على الفرق كلها وعلى فرقتنا بالذات. طول الموسم احنا بنلعب تقريبا اغلب المباريات يعني مش كاملين، لازم بالزبط. كل مباراه يبقى في عنصر او عنصرين مش موجود. الحمد لله احنا كنا عاملين حسابنا ان الظروف دي هتتم، وكنا مستعدين من الناشئات معانا واعتمدنا ان اكبر قدر من الفريق مع مجموعه الناشئات يبقى موجود لتعويض غياب اي حد، والحمد لله اللعيبه كلها كانت جاهزه الموسم دوت وكله ادى اللي عليه وما حسيناش بغياب اي لاعب. ولو بصينا كل المباريات هنلاقي لازم في غياب في كل مباراه، ولكن الحمد لله المستوى الفني والبدني بتاع اللعيبه كان جاهز طول الموسم وما حسيناش بالغيابات دي خالص يعني الحمد لله. حضرتك كنت دايما حريص كابتن حمدي يكون في يعني البديل دايما الاكثر من رائع لاي لاعب اساسي عندك، يعني يمكن ده حال برضو اكيد رياضات اخرى، ولكن حضرتك كنت دايما حريص تحديدا في الفتره الاخيره لفكره زي ما حضرتك ذكرت يعني كورونا وما كانش في رؤيه واضحه للتشكيل اكيد لاي فريق. يعني اكيد طبعا يعني لازم كل مدير فني في اي لعبه بالذات الالعاب الصالات انه يعمل حسابه الفترة دي لازم يجهز أكتر من بديل ويجهز أكبر قدر من اللعيبة تحسبا لظروف أي إصابة سواء كورونا أو غيرها، لازم كل اللعيبة تبقى جاهزة وكل اللعيبة تبقى مستوى فني وبدني عالي وجاهز لأي لقاءات، لأن فعلا الموضوع مش سهل خالص في ظل ظروف كورونا. يعني بالزبط. الرياضة بالزبط. اختلفت تماما عن الأول، لا لازم أكبر قدر من اللعيبة يبقى جاهز معانا. طب لو هتكلم مع حضرتك ليه البطولات بقى اللي الفريق هيستعد ليها يعني الفترة برضو اللي جاي حضرتك تطلعنا على ده؟ والله في الفترة القريبة طبعا احنا عندنا كاس مصر ان شاء الله هيبتدي يوم الجمعة الجاي، عندنا مباراة في الطيران وبعديها ان شاء الله هيبقى قبل النهائي والنهائي الاسبوع اللي بعده. طبعا اللعيبة طبعا وده معروف عن النادي الاهلي بيخلص بطولة بيركز في الدوري الحمد لله بصراحة النهارده وهتبتدي من بكرة استعداد بقى لماتشات الكاس، عشان انا يعني قعدت مع اللعيبة واجتمعت امبارح قبل اللقاء السيد وكل اللعيبة متعهدة ان احنا خلاص الدوري اخذناه نقفل الصفحة دي بقى ونبتدي نركز في الكاس، عشان جمهور الاهلي ما بيقبلش اي حاجة غير البطولات يعني. صحيح. يعني دي حاجة معروفة وكل اللعيبة يعني اكدت واتعهدت ان لازم نحافظ على الثنائية السنة دي باذن الله. انا بتفق مع حضرتك جدا يعني، وده كان اكبر دليل لما كنا بنتكلم عن كره القدم تحديدا ولسه يعني فايزين بالتاسعه لك العشره وهكذا في كل يعني الرياضات، احنا فعلا جمهور عايز دايما بطوله ورا بطوله واحنا ما بنقبلش غير بده. متفق مع حضرتك جدا كابتن حمدي، على كل حال بنبارك لحضرتك مره ثانيه وتحياتنا اكيد للفريق وان شاء الله اللي جاي كمان يكون افضل بشكل كبير جدا. شكرا ليك يا فندم. من الواضح انه قدر كل من يرتدي تيشيرت النادي الاهلي انه ما يلحقش يفرح بانتصاراته حقيقي يعني، وواضح ان الكلام ده ينطبق على كل الرياضات، ان الكلام ده لو تفتكري برضو في حلقات سابقه كنا بنقدم برضو تهاني لفرق مختلفه في النادي الاهلي، كل مدرب كان معانا على التليفون او كان ضيف معانا في حلقه لازم تلاقيه بيقول نفس الجمله ان احنا قفلنا الصفحه وفتحنا الصفحه. طب احنا عايزين نلحق نفرح يعني. انا عايز اقول لك ان الروح دي والله يا كريم اعتقد بقت يعني في حياتنا احنا كمان، يعني اثرت علينا فكره روح الفوز دايما اللي جاي، حتى انت في حياتك او انا ابتديت احس كده ان احنا
اتاثرنا بالروح الاهلي دي، فكره ان انت مثلا حققت حاجه في حياتك كويسه عايز اللي بعده، عايز تنجح الخطوه يعني اللي بعدها، يعني عايز مش أنجح. قدر اللاعبين ده، قدر حتى الجماهير، ده قدرنا كلنا كاهلاويه بغض النظر. يعني ايه؟ على كل الاحوال برضو عايزين نقول لحضراتكم لا تكونوا فاكرين ان سلسله التهاني والانتصارات والاخبار الحلوه خلصت على كده، تبقوا حضراتكم غلطانين. لسه هنقول مبروك لفريق الناشئين لكره القدم بالنادي الاهلي مواليد 2006 اللي توجوا رسميا بلقب بطوله الجمهوريه بعد ما اتعملت القرعه اللي حسمت طبعا الامور، اجريت هذه القرعه امبارح بمقر اتحاد الكره، وحسم اللقب لصالح النادي الاهلي على حساب الانتاج الحربي. كان اهلي 2006 قد انهى البطوله وهو بيتربع بالفعل على صداره الترتيب متساوي مع الانتاج الحربي برصيد 19 نقطه لكل فريق منهم، وسجل كل فريق منهم 17 هدف مقابل 12 هدف في مرماه، يعني تساوى الفريقان في عدد النقاط وفي نتائج المواجهات المباشره وفي فارق الاهداف وفي الاهداف المسجله وكمان في الاهداف اللي استقبلها كل فريق. طبعا يعني كانت العمليه يعني ما بتحصلش الصدف اللي من النوع ده كتير، وتم اللجوء بطبيعه الحال للقرعه وفقا للائحه اتحاد كره القدم اللي حسمت اللقب لصالح النادي الاهلي، واصبح اهلي 2006 هو ثاني فريق من قطاع الناشئين بالنادي الاهلي يحسم لقب بطوله الجمهوريه بعد فريق مواليد 2001. مليون مبروك. عايز اقول لك بقى ان انت ما كنتش موجود امبارح، كابتن خالد بيبو قال لنا الخبر ده لان هو كان بالصدفه معانا على التليفون، كنا بناخد منه تعليق على فوز 2003 على الزمالك، لكن وهو معانا على التليفون قال لنا ان احنا فوزنا او يعني اهلي 2006 فاز او كان يعني ان هو فاز بالبطوله. فدي كانت حاجه اكسكلوسيف جدا 10 الصبح في الاهلي، وفي نفس الوقت زي ما انت بتقول كده يعني لو هنتكلم على الاهلي 2006 تحديدا هو كان متصدر للبطوله طول الفتره النهائيه، وكان قريب جدا ان هو كمان يحسم اللقب، لكن ونقدر نقول كمان ما كانش في حاجه للقرعه اللي تمت يعني، لكن للأسف هو تعثر في مباراتين هما اللي تسببوا بقى في دخول هنا بنتكلم الانتاج الحربي والمقاولون العرب في المنافسة على اللقب. لكن كابتن خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين هو كان قال جملة جميلة جدا وكانت مهمة امبارح بعد القرعة، قال بالرغم من حسم لقب البطولة عن طريق القرعة إلا أنه تعلم يعني أو تعلم داخل الأهلي دايما الحظ مش هيخدم غير المجتهد، يعني لو تم يعني اختيار الأهلي أو أنه حصل اللي حصل على البطولة يعني بالقرعة، لكن هو مش فكرة هنا عشان حظه خلاص، لا الحظ فعلا لا يخدم غير المجتهد. فأعتقد دي حاجة جميلة جدا. ومرة تانية لو احنا هنتكلم عن قطاع الناشئين حقيقي هذا القطاع في يعني تقدم مستمر، يعني هو طبعا قطاع من زمان وهو زي ما بتقول كده بيفرغ لنا لعيبة، ويمكن لعيبة كبيرة جدا حتى يعني كانوا في الفريق الأول ودلوقتي مش موجودين يعني، لكن أسامي كبيرة جدا خرج من ناشي الاهلي ولسه ياما هيخرج من ناشي الاهلي. صحيح. اكيد اسماء. صحيح. كبيره جدا زي ما احنا كنا بنقول، وانت انا فاكره مصطلح انت كنت قلته قبل كده، ومصنع بيفرغ يعني هو مصنع فعلا، معمل تفريغ. معمل تفريغ بالظبط. انا فاكره الجمله اللي انت قلتها، ودي حاجه تطمني جدا كاهلاويه بقى اصيله، تبقي مطمنه على اللي جاي. وخليكي فاكره الكلمه دي كويس، هتلاقي اسماء كتير قوي من مواليد 2001 و2003 و2006 هتلاقي اسماء ليها وزنها وليها ثقلها في المستقبل القريب ان شاء الله. وتاني دي حاجه تطمن كل الاهلاويه. انا شايف واقترح يعني على حضراتكم بما اننا فرهدنا من كتر البطولات والانتصارات، ما تيجي نتابع معاكم حاله الطقس وتوقعات درجات الحراره من خلال هذا الفيديو، ونرجع بعدين نكمل كلامنا. اتفضل.
طيب احنا ناخد فاصل كده سريع جدا وهنرجع نكمل مع حضراتكم. زي ما متعوزين كل يوم في 10 الصبح في الاهلي بنحب نطلع حضراتكم على اخر اخبار النادي الاهلي وفرقه المختلفه وكمان الانشطه. خلينا نروح دلوقتي مراسلتنا هنا ابو القاسم من مقر النادي الاهلي بالجزيره. هنا يعني صباح الخير واول مره تكوني معانا بعد عوده 10 الصبح في الاهلي، كل سنه وانت طيبه. صباح الخير عليكي يا نهوانتو يا كريم، وانت طيبه والحمد لله على السلامه. وبرنامج 10 الصبح في الاهلي، وكالعاده هنقول لكم اخر اخبار الفرق الرياضيه من مقر النادي الاهلي بالجزيره. خلوني في البدايه ابدا بكره القدم، والحقيقه اني حابه اقول لكم ان في حاله من الترقب عند كل الجماهير الاهلاويه، طبعا منتظرين مباراتنا امام سان داونز، مباراه اياب ربع نهائي بطوله دوري ابطال افريقيا. يعني ان شاء الله كلنا بنتمنى التوفيق لفريقنا، وان شاء الله يحققوا نتيجه ايجابيه ويتخطوا بقى عقبه سان داونز ويكونوا على بعد خطوات قليله جدا من تحقيق حلم العشرة. كمان حابه اضم صوتي لصوتكم وابارك لناشئين 2006 كره القدم طبعا بعد تتويجهم ببطوله الجمهوريه، وايضا ابارك لسيدات الذهب سيدات كره الطايره بالنادي الاهلي بعد تتويجهم بلقب الدوري. الحقيقه المميز ان سيدات كره الطايره بالرغم من ان هم حسموا بطوله الدوري قبل انتهاء مباراتين، لكن هم كان عندهم الحقيقه حرص شديد ان هم يفوزوا في جميع المباريات ويحققوا العلامه الكامله. طبعا حابه ابارك لهم، والحقيقه ان هو ده النادي الاهلي دايما في المقدمه. خلونا بقى دلوقتي ننتقل لاخبار تدريبات الفرق الرياضيه. النهارده هيكون في تدريب لفريق رجال كره الطايره استعدادا للمباراه القادمه اللي هتكون امام الاتحاد السكندري يوم الجمعه. المباراه هتكون هنا بمقر النادي الاهلي بالجزيره، طبعا هتكون مباراه كبيره، يعني فريق الاتحاد فريق كبير، لكن عندنا ثقه كبيرة جدا في رجال كرة الطايرة، يعني فريق الماسترز، وان شاء الله هيحسموا المباراة لصالحهم بنتيجة ايجابية. كمان رجال كرة السلة عندهم تدريب النهاردة. حابة اقول لمشاهدينا ان رجال كرة السلة الفترة دي بيتمرنوا على فترتين يوميا، فترة صباحية بتكون الساعة 10 الصبح بتكون مبنية اكتر على التدريبات البدنية، معظم الوقت بتكون في صالة الجيم، وفترة مسائية بتكون الساعة 6 مساء بتكون مبنية اكتر على التدريبات الفنيه. طبعا كل ده عشان يفضلوا على مستواهم في لياقتهم البدنيه طبعا بعد توقف بطوله دوري السوبر بسبب طبعا بطوله افريقيا، يعني ان شاء الله عشان لما يرجعوا يكونوا بنفس الاداء ونفس اللياقه البدنيه. كمان معانا خبر ليه علاقه بناشئين السباحه. الحقيقه ان هم في فتره استعداد وتركيز كبيره جدا، بيستعدوا للبطوله اللي هتكون الشهر القادم شهر 6، يعني بيستعدوا بشكل كبير جدا طبعا بسبب ان كان في فترة توقف بسبب الحقيقة انتهاء السيزن وكمان بسبب ظروف فيروس كورونا، لكن هم الفترة دي رجعوا واستأنفوا التدريبات وفي حالة من التركيز كبيرة جدا طبعا استعدادا للبطولة وعشان يظهروا بمظهر الحقيقة يليق باسم النادي الأهلي. ده على صعيد التدريبات. كمان حابة أقول لكل الأعضاء اللي حابين يتوجهوا لمقر النادي الأهلي بالجزيرة، في حالة من النشاط داخل النادي، يعني يمكن الأعضاء المتواجدين بشكل مش كبير طبعا بسبب انتهاء اجازه عيد الفطر المبارك، لكن زي ما قلت في حاله من النشاط. حاله الجو دلوقتي درجه الحراره 27. كمان حابه اؤكد ان جميع الاجراءات الاحترازيه الحقيقه بيتم تطبيقها بشكل كبير، يعني بدايه من التعقيم الشامل عند بوابات الدخول النادي الاهلي، طبعا بيتم تعقيم ايضا جميع المقاعد بشكل مستمر، وايضا ارتداء الكمامات، كل ده حفاظا على سلامه الاعضاء. كمان حابه اقول ان في سيوله مروريه جيده لكل الطرق المؤديه للنادي الاهلي، فكل الاعضاء اللي حابين يتوجهوا لمقر النادي الاهلي بالجزيره تقدروا تيجوا وتستمتعوا بيومكم النهارده. يعني دي كانت الاجواء وابرز اخبار الفرق الرياضيه، معاكم لو عندكم اي استفسارات. تسبقيني انت يا هنا قبل ما اسالك، انت عارفه انا احب اسال الحاجات دي صح. طيب بما اننا دلوقتي شايفينك يعني لايف، انا شايفه حد بيعوم وراكي، يعني برضو لو نعرف الناس هو دلوقتي حمام السباحه اتفتح ولا ده تدريب، يعني خلينا نعرف منك. لا، هو بيبقى فيه تدريبات في الفترة الصباحية لأعضاء النادي الأهلي، وكمان بيكون حمام السباحة مفتوح لكن طبعا بأعداد معينة بسبب طبعا ظروف فيروس كورونا، يعني كل الإجراءات الاحترازية زي ما بقول بتطبق حفاظا على الأعضاء.
رائع جدا، شكرا ليكي الزميله العزيزه هناء ابو القاسم على التغطيه دي. شكرا. نروح بقى مع حضراتكم دلوقتي على مقر جريده اليوم السابع مع مراسلتنا نورهان طمان اللي هنتابع معاها اهم الاخبار الرياضيه في الصحف والمواقع، وبالمناسبه من اهمهم يعني خبر كمان جاء على لسان صحيفه اليوم السابع ليه علاقه بالاجواء الموجوده في جنوب افريقيا وبريتوريا. يا صباح الفل عليك يا نورهان وكل سنه وانت طيبه. يا صباح الخير عليك يا كريم، وصباح الخير يا نهاوند، وصباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. احنا هنا من مقر جريدة اليوم السابع زي ما عودناكم هنطلعكم على أبرز وأهم الأخبار الرياضية الصادرة صباح اليوم. وزي ما قلت يا كريم معانا من أول أخبارنا من موقع اليوم السابع عن الأجواء في جنوب أفريقيا أو الأجواء اللي تنتظر النادي الأهلي، اللي هو طبعا زي ما احنا عارفين يمكن بعثة النادي الأهلي وصلت النهاردة صباح اليوم جوهانسبرغ. من اليوم السابع سفير مصر بجنوب افريقيا الاجواء رائعه وجماهير سان داونز محبطه من نتيجه الذهاب. اكد احمد الفاضلي سفير مصر بجنوب افريقيا ان الاجواء في جنوب افريقيا رائعه وتنتظر طبعا قدوم يعني الفريق الاول للنادي الاهلي بفارغ الصبر. طبعا زي ما احنا عارفين المباراه الاولى كانت انتهت بفوز النادي الاهلي بهدفين دون رد على استاد الاهلي والسلام. يمكن سفير مصر في جنوب افريقيا قال انه صحف جنوب افريقيا بعد المباراه الاولى كانت محبطه جدا من النتيجه، ولكن كان في بعض التقارير اللي كانت بتشير الى امكانيه العوده مره اخرى لطبعا يعني التعويض مره اخرى على ملعب سان داونز. ومن موقع اليوم السابع ايضا منتخب اليد يتجه لمعسكر الغردقه استعدادا لاولمبياد طوكيو. يتجه ظهر اليوم يعني طبعا قائمة منتخب مصر لكرة اليد اللي إن شاء الله هتخوض فعاليات أولمبياد طوكيو 2021 لمعسكر مغلق في الغردقة هيمتد لمدة أسبوعين. القائمة هتضمت 21 لاعب بدون المحترفين، وعلى رأسهم طبعا لاعبو النادي الأهلي محمد عصام الطيار، عبد الرحمن طه، أحمد عادل، إبراهيم المصري، عمر سامي، عمر كاستيلو، محسن رمضان، عبد الرحمن فيصل، أحمد هشام سيسا. ومن موقع أخبار اليوم بقى نروح لأخبارنا العالمية. من موقع أخبار اليوم تشيلسي يستضيف ليستر سيتي في لقاء الثأر ومان سيتي يستدرج برايتون. النهارده أربع مباريات في الجولة قبل الأخيرة في بطولة الدوري الإنجليزي وأهمهم ليستر سيتي وتشيلسي اللي هتقام إن شاء الله الساعة 9:15 واللي هتكون بتحدد بصورة كبيرة الأربع فرق اللي هتشارك إن شاء الله في النسخة القادمة لدوري أبطال أوروبا. كمان طبعا في ثلاث مباريات أخرى، مانشستر يونايتد هيواجه فولهام الساعة 7:00 مساء، وساوثهامبتون هيواجه ليدز يونايتد الساعة 7:00 مساء أيضا، ومانشستر سيتي هيواجه برايتون الساعة 8:00 مساء. وآخر أخبارنا من موقع الجمهورية بالأسماء أعلى 50 نادي على مستوى العالم. كشفت دراسة حديثة عن أعلى 50 نادي على مستوى العالم من حيث قيمة العلامة التجارية لهذه الأندية، وجاء ريال مدريد الأسباني في صدارة القائمة للعام الثالث على التوالي. خلينا نقول لحضراتكم يمكن التوب 5 لهذه القائمة. ريال مدريد مليار و276 مليون يورو، وفي المركز الثاني برشلونة مليار و266 مليون يورو، مانشستر يونايتد مليار و130 مليون يورو، ومانشستر سيتي مليار و118 مليون يورو، واخيرا بايرن ميونخ مليار و68 مليون يورو. دي كانت ابرز اخبارنا هنا من موقع وجريده اليوم السابع. شكرا لكم جدا وعوده الى الاستوديو. نورهان طرطشت في وشنا كميه مليارات غير طبيعيه. نورهان بنشكرك جزيل الشكر على وجودك معانا، ميرسي جدا ليكي. ودلوقتي نهاوند هتدخل بينا بقى على الاخبار العالميه. انا عارفه ان انت بتتاثر بموضوع انا بتجرح مش بتاثر المليارات اللي احنا بنسمعها. يعني لينا عذرنا برضو في كم المليارات دي فعلا. انا بس عايزه اعلق على الخبر الخاص باليوم السابع حول سفير مصر بجنوب افريقيا اللي يعني طمنا الى حد كبير فكره هنا ان الاجواء يعني رائعه، و كمان قال لنا الأجواء هناك إزاي من قبل الجمهور. أكيد الجمهور بطبيعة الحال يعني بعد فوز بنقطتين أو جولين نظيفين أكيد هيكون في عنده نوع من الإحباط، لكن خليني برضو أقول لحضراتكم ده كمان متصدر في الصحافة هناك في جنوب أفريقيا
صحافة يعني أو الصحافة بشكل كبير هناك مسيطر عليها برضو المانشيتات اللي فيها نوع من الإحباط. في طبعا صحافة موضوعية خليني أقول لحضراتكم تتحدث أن الأهلي يمكن كان جدير بأن هو يفوز، البعض الآخر بيشوف أن في نوع من الإحباط وأن فريق سان داونز هو اللي كان يعني ليه الأفضلية في اللعب. وده هياخدنا بقى وأنا عايزة منك تعليق على النقطة دي، لأن المدير الفني ليه سان داونز كان ليه برضو تصريح غريب جدا يعني الناس كتير علقت عليه. انا هقول لك سريعا من اهم النقاط مثلا اللي قالها، هو بيقول ان انا شايف ان الاهلي يعني ما لعبش افضل مننا ولكن احنا كان عندنا سوء حظ. الحاجه الثانيه اللي قالها، قال انا بشوف ان فريق الاهلي لن يستطيع ان هو يصمد معانا في مباراه بقى الاياب 90 دقيقه، ان هو بيشوف يعني ان هم بدنيا واللياقه عندهم افضل، ودي انا اختلف معاه جدا فيها يعني واعتقد والكثير يختلفوا فيها. الحاجه الثالثه بيتكلم ان الاهلي ليس فريق دفاعي ولكن هو فريق هجومي، هو بيشوف كده. فعلى كل حال تصريحاته لسه طبعا تصريحات تانية كتير يمكن ممكن نناقشها في الفقره بقى مع كابتن عادل، لكن تصريحات برضو انت رايك فيها ايه؟ انا يعني عايز تعليق على التصريحات دي، تعليق بسيط جدا، هما كلمتين ربنا يصلح الحال، مش هقول لك اكتر من كده، مش يعني مش احسن بيبقى الاحباط ده عندنا احنا. ربنا يصلح الحال ان شاء الله ونتفرج على ماتش قوي بالزبط يليق بالنادي الاهلي وبثقل النادي الاهلي وبرهبه النادي الاهلي عند يعني المنافسين من قديم الزمان. الاهلي موجود في مكانه الطبيعي وان شاء الله نشوف ان هو مستمر في بقائه على مكانه الطبيعي او في المكان الطبيعي اللي هو جدير بيه على كل الاحوال. انا بتفق معاك فعلا، لان لو ما عندوش الرهبه دي زي ما انت بتقول هو ما كانش تحدث بهذه يعني اللهجه. احنا شفنا بيتسو موسيماني مثلا في اي تصريح بعد اي مباراه في المؤتمرات الصحفيه المختلفه هو دائما بيتحدث بصدق، يعني هو لو في فريق كسب بيقول احنا لعبنا مش افضل شيء، الفريق الثاني فعلا لعب بجداره، يعني في لغه محترمة حتى لما بنتكلم ان احنا ما كناش الافضل في مباراة ما. لكن طبعا تصريح بهذا الشكل هنعلق عليه على كل حال، ولكن طبعا ان دل على شيء فاكيد هناك رهبة. خلينا نروح زي ما كريم كان بيقول بقى ليه الاخبار العالمية والالعاب الاولمبية، لان ده برضو خبر يعني بنتكلم فيه عن اولمبياد طوكيو اللي كل شوية يعني الاراء والاستطلاعات بتقول فيها كلام متضارب حول اقامتها. ناس بتقول لا خلينا نعملها دلوقتي، ناس بتقول لا اجلها. مؤخرا بقى خليني اقول لحضراتكم تم تنظيم مظاهرة مناهضة لإقامة دورة الألعاب الأولمبية في العاصمة اليابانية، وحمل المتظاهرون زي ما حضراتكم شايفين لافتات، بس طبعا احنا شايفين بس مش هنفهم حاجة يعني لافتات بتندد بألعاب طوكيو، ورددوا الشعارات في الوقفة الاحتجاجية أمام محطة القطارات هناك الرئيسية. ورئيس اللجنة الأولمبية برضو الدولية توماس باخ قال إن يعني من المفترض إن في زيارة هيكون بيها يعني لليابان، قال يعني في خطورة في الوضع الحالي، الوضع الصحي مش جيد مش بس في البلاد ده في العالم كله، وموضوع كورونا عامل حالة من الخوف والقلق. أنا هتفق معاه، معرفش أنت وجهة نظرك إيه، بس أنا هتفق معاه إن أنتوا عايزين طبعا أولمبياد طوكيو حاجة مهمة جدا واتأجلت أكتر من مرة الفترة اللي فاتت، وأكيد ناس كتير جدا متشوقة إن هي بالذات طبعا اللي بيشاركوا الدول المشاركة، ولكن في برضو رعب يعني إحنا أكيد. مش عايزين طبعا. التقام وبعدين يحصل كارثة على المستوى الصحي بقى، احنا هنتكلم عالميا لان يعني شوف كم دوله هتكون مشاركه. ف طبعا. يعني انا بتفق معاه بس بصراحة. ارجع اقول لك برضو برغم من وجود هذا القدر من القلق عند كل صناع قرار في اليابان وحتى عند الشعب الياباني نفسه، لكن ده ما منعش اليابان ان هي تستمر في اجراءات اقامه الاولمبياد. وصلت بالفعل شعله اولمبياد طوكيو لمدينه هيروشيما واجتمع كل المشاركين في حديقه السلام التذكاريه المتواجده بالقرب من موقع انفجار القنبله الذريه خلال الحرب العالميه. طبعا حاليا هيروشيما بتخضع لحاله من الطوارئ، عشان كده اقتصر الطواف فيها على انتقال الشعله من عداء الى عداء اخر بعد ان اصطفوا في طابور. الجدير بالذكر بقى حضرات ان كان من ضمن المتواجدين في هذا الطابور شخصيه مهمه جدا في اليابان، هو احد العدائين الناجين من الهجوم بالقنبله الذريه. هذا العداء اسمه شوجي توميهيسا، اتمنى اكون بقول الاسماء صح، هو يعني محدش هياخد باله بتاعي لو قلت الاسم مش مظبوط، بس هو غالبا اسمه كده مظبوط فعلا. وجدير بالذكر انه بيبلغ من العمر 104 سنه. طبعا كان في مجموعه اخرى من العدائين اعتذروا عن المشاركه خوفا من تعرضهم للاصابه بفيروس كورونا. هيبقى برضو الملف ده فيه كلام كتير يعني سواء بقى مع أو ضد، شايف أن الفترة دي تصلح أو لا تصلح برضو هنتابع على كل حال، بس من حق الناس هناك أنها تتظاهر برضو أو يبقى بعض الأشخاص قلقانين من فكرة إقامتها علشان يعني منعا لأي انتشار بقى مبالغ فيه في البلاد عندهم.
نروح بقى بعد كده لكرة السلة اللي فاز فيها شيكاغو بولز على ميلوكي باكس في بنقطة 118 نقطة عفوا مقابل 112 في الجولة الأخيرة من الموسم التمهيدي هنا في دوري كرة السلة للمحترفين بأمريكا الشمالية. خلينا ننتهي. أخيرا وليس آخرا حقق الكوري الجنوبي كيونغ هون لي فوزه الأول بلقب بطولة رابطة المحترفين الأمريكية للجولف بإجمالي 25 ضربة تحت المعدل، وتفوقا بذلك بثلاث ضربات على الأمريكي سام بيرنز. الجولف من الرياضات اللي عمري ما فهمتها وعمري ما لعبتها ويعني معرفتي بيها فقط ان احنا لما بنروح النادي ونقعد في الجولف اللي بيلعبوا جولف يقعدوا يقولوا لنا ارجعوا لورا شويه. بس دي العلاقه الوحيده، ما بنبقاش فاهمين اي حاجه. يعني انت بترمي الكوره وبعدين ايه اللي بيحصل بقى؟ بس هي بس شوف هي راحت فين ازاي. هي راقيه جدا في كل طبعا الأحوال. وفي عندي اصحابي كتير بيلعبوها في النادي، بس انا دي يعني دي اخر معرفتي بيها. ارجعوا لورا شويه حاضر ونقعد نرجع لورا بس يعني فاهم. على كل حال كده الفقره الاولى خلصت، فقره الاخبار. هنروح فاصل بعدين نرجع بقى معانا فقرتين حواريتين زي ما كنت بقول لحضراتكم انا وكريم بعد الفاصل. محبو المغامرات والرياضة الخفيفة جذبهم التجديف بالقوارب الصغيرة كهواية، ثم تطورت لتصبح رياضة تقام لها المنافسات والمسابقات ويطلق عليها الكانوي كاياك. القوارب البحرية تم استخدامها منذ آلاف السنين بأشكالها المختلفة ولأغراض كثيرة مثل التنقل ونقل الجيوش وأيضا للترفيه، وبعد ذلك تحولت من وسيلة من وسائل التنقل إلى رياضة لها شعبية، وتحديداً منذ القرن التاسع عشر. وبعدها بدأت محاولات تأسيس اتحاد دولي لها يشرف على تنظيمها كرياضة، ونجحت المحاولة في عام 1924. وبعد الحرب العالمية الثانية جرى به عدة تغييرات واستقر ليصبح تحت اسم الاتحاد الدولي للكانو. وتمارس هذه الرياضة مع نوعين من القوارب، سواء كانت كانو أو كاياك، وهما متشابهان ولكن مع استخدام تقنيات مختلفة. والكانوي هي نوع من أنواع التجديف، وفي بعض البلاد تعتبر الكانو رياضة منفصلة عن الكاياك، ولكن في الأولمبياد وأغلب البطولات الدولية تكون رياضة واحدة يندرج تحتها العديد من المنافسات المختلفة. يا أهلا بكل حضراتكم من جديد. تعالوا بقى نسهل معاكم أولى فقراتنا الحوارية في حلقة النهاردة من 10 الصبح في الأهلي، وهنتكلم من خلالها عن رياضة منبثقة إلى حد كبير من رياضة التجديف. بنتكلم عن رياضة اسمها الكاياك. بالمناسبة هي لعبة مرحة جدا، ابتدت يعني في البداية كمجرد لعبة مرحة لكنها تحولت إلى رياضة، وكمان ابتدت يبقى فيها أبطال كما هو الحال مع ضيفنا النهاردة وكابتن مصطفى منصور كابتن منتخب مصر السابق وأول لاعب أوليمبي في الكاياك. صباح الفل عليك. صباح الفل عليك. طيب وحاج طيب. صباح الخير. اهلا. صباح النور. 10 الصبح في الاهلي. وانا كنت بتكلم معاك قبل الهوا لان انا بعدي دايما من عند الكوبري ده كل يوم الصبح، فبلاقي ناس كتير جدا يعني اللي هي بمراكب التجديف. فايه الفرق بين التجديف اصلا والكاياك يعني برضو عشان انت فاهم الفرق؟ طبعا ده سؤال تسالوني برضو. شوف يا ست الكل. اتفضل. بص حضرتك، ارتباط لعبة الكاياك دايما في مصر سبيشالي مصر عشان هي لعبة لسه ناشئة جديدة، مبقالناش حوالي غير 12 سنة تقريبا في مصر، فدايما كان اي حد يسالنا انت بتلعب بايه بقول له بضطر اقول له بلعب تاديف. بس انا في يعني هي اسمها كاياك بس هي اسمها كاياك بس احنا كنا بنقول كده عشان محدش عارف اللعبة. طب كاياك ده بلغة ايه؟ الكاياك دي بلغة الناس اللي سكيموا هم اللي اخترعوها. أوكي. او من بسكة من كلمة كانو. كانوا بيستخدموها عشان يتنقلوا في الجدول الصغيره بتاعت الانهار بتاعتهم. أوكي. بس لو رجعنا ورا خالص بقى، اول حد عمل الكاياك ده هو الفراعنه. يعني حضرتك لو رحت على الجدار الفرعونيه لان قبل ما مصر القديم يوصل ان هو يعمل مركب كبيره، مركب تاديف كبيره زي مركب الشمس كده بالظبط. كان اول حاجه عملها خالص من جذوع الشجر هي مراكب الكاياك والكانو. ودي موجوده على وليه المرجعيه مش لم تنسب للقدماء المصريين؟ عشان للاسف احنا حاليا مش دوله متقدمه قوي في الكاياك. يعني في دول غيرنا في اوروبا وفي امريكا في كندا اخذوا الرياضه دي بقت حاجه متطوره جدا عندهم لدرجه ان دي الرياضه رقم واحد احيانا عندهم في البلد. احنا ابتدينا نرجع لها واحده واحده،
واتمنى ان في يوم من الايام يبقى المرجع واضح للناس كلها ان هي دي لعبه فرعيه. هي نفس المركب نفس عدد المجاديف، يعني الفروقات على الاقل الشكليه في التجديف الفروقات حاليا المركب الرياضي عامه دلوقتي الفرق بينه وبين التجديف الكاياك فيه منه فردي زوجي رباعي بس ده ماكسيمم هم اربع اشخاص اربع يعني اشخاص بس في التجديف بيوصل لحد 8 افراد ومعاهم شخص ستروكر بيقعد قدامهم كمان. المسافات بتاعت السباقات بتاعتنا اقل لان انا مقدافي اصغر من مقداف التجديف فبالتالي محتاج مسافه اقل شويه بلس ان انا بشتغل بمقداف واحد بتوع التجديف بيشتغلوا بمقدافين. هم مينلي انديورنس هم عندهم مسافه واحده بس اللي هي ال 2000 متر ده السباق بتاعهم. احنا عندنا سبرنتس وعندنا ماراثون. احنا عندنا 200 متر 500 متر 1000 متر في 5 كيلو في ماراثون بيوصل لحد 70 كيلو كمان. انتوا فعلا بتتمرنوا هنا صح يا مصطفى؟ يعني بشوفكم فعلا يعني ده بيبقى انتوا انا بقى لي 15 سنه باجي كل يوم الساعه 5 الصبح موجود هنا في النيل. طب بس كده بقى احب اقول لك يعني تجدر الاشاره ان انا شخصيا نبرت عليكم قبل كده عشرات المرات واحنا قاعدين مثلا في الفاصل وبنبص بيبقى دايما الفيو حلو وبالذات كمان فتره كانت فيها اجواء شتويه يعني بحاجة. الاجواء لونها السماء لونها جراي بس انتوا بتقطعوا برضه بتتمرنوا بالظبط يعني بص حاجه قصه الشتاء احنا اتعودنا عليها لان الكاياك بالذات غير التاليف ما فيهوش بالانس خالص فانا بقعد في اول 3 4 شهور من حياتي في الكاياك بقعد اتقلب بس يعني باجي كل يوم عشان اتمرن اقعد اتقلب في الميه وكان حظي ان انا اتمرنت في الشتاء فكان خلاص يعني اتعودت على السقعه بس ما فيهوش بالانس لطبيعه المركب اللي انتوا قاعدين عليه عشان الريزستنت يبقى اقل عشان اقدر اعمل تايم احسن في السباقات بتاعت كل ما الريزستنس يزيد بالظبط يعني. وبالنسبه للمناظر بتاعت النيل اللي حضرتك بتقول لنا عليها عايز اقول لحضرتك في حاجات كتيره جدا موجوده في النيل من تحت ما حدش يشوفها غير اللي بيمشي في الميه. المراكب اللي بتمشي او الناس شايفها من بره ما بيشوفش المناظر الحلوه دي سبيشلي في الشتاء عشان اللون الاخضر بيطلع قوي في الشتاء طبعا بس صحيح. طب يعني خلينا نعرف عنك اكتر 73 ميداليه دوليه 60 تقريبا محليه بس. يعني برضو ما شاء الله يعني بقى كبير جدا بص حضرتك انا الجيل بتاعي كان محظوظ شويه في تحقيق عدد الميداليات دي لان احنا الاول بدايه السباقات بتاعتنا كانت محليه بس كانت من ضمن سباقات التهديف يعني سباق تهديف بيتلعب احنا بعديه سباق او سباقين كاياك وكان عدد اللعيبه قليل جدا فكنت بنزل كل الايفنتات فكنت بلم ميداليات كبيره بلغه الرياضه ومن ناحيه بتلم والله بصلع يعني 73 ميداليه من هوادي بتقول دوليه و60 محليه الدولي برده كان ليا الحمد لله نصيب كويس فيه عشان احنا من اوائل الناس اللي اشتركت في اول بطوله عربيه للكاياك اوائل الناس اللي اشتركت في اول دوره العاب مثلا افريقيه او دوره العاب عربيه وكان موجود فيها الكاياك فكان برضه ما كانش فيه منتخب عدد كبير ما كانش فيه عدد كان في مساحه للظهور بالظبط يعني كده والتالق يعني. بس هل في وسط الميداليات الكتيره دي هل نقدر نقول ان في ميداليه معينه هي الاغلى من وجهه نظرك او الاصعب في الحصول عليها؟ طبعا ودي محافظ عليها عندي في البيت اهم حاجه عندي اللي هي كانت دوره الالعاب الافريقيه في مابوتو 2011 ودي اللي اهلتني للاولمبيكس. انا ما كنتش رايح اصلا متحط في دماغي ان انا اجيب ميداليه كان يعني كان موضوع صعب جدا يعني كان شبه مستحيل بالنسبه لنا جدا بس هو السنه بتاعه 2011 دي كنت حسيت ان في بريق كده بيحصل في حاجه غريبه بتحصل بس الحمد لله كنت خدت تصنيف عالمي في البطوله في بطوله العالم في السنه دي ورحت جبت الميداليه بتاعه الاولمبيكس دي بتاعه التاهيل بتاع الاولمبياد وتأهلت للندن ساعتها الحمد لله يعني. معلش هي ايه اكتر دولة كابتن مصطفى يعني في العالم يعني ناجحة او حاصلة على بطولات او مراكز في الكايت؟ من اقوى الدول دلوقتي كندا دي كندا كندا بقى لها بتاع 30 او 40 سنة تقريبا هي متربعة يعني بلس عشان عندهم انهار كتير فده برضو بقى عنصر مساعد دي بنقطه وتاني نقطه هم عندهم بحيرات كتيره ودي المايند سيت بتاعت الناس يعني حضرتك لما تشوف كتير في النيل دلوقتي بقت ابتدت تخش الموضوع ده عندنا ريكريشنال كاياك لو حد عايز يروح مع اهله وحد عايز يتفسح مع اصحابه بينزل ياخد الكاياك الريكريشنال فدي مايند سيت بتاعتهم هم دايما الكاياك قصاد عينيهم لدرجه ان دي الرياضه رقم واحد عندهم بس والدول اللي هي صربيا روسيا الجزء ده برضو دول جامدين جدا طب فكرة. احنا يعني كمصر بقى ناقصنا ايه عشان نبقى يعني بنعافر مع الجماعه المتقدمين في الرياضه دي خصوصا احنا الاصل يعني بنتكلم من اصل وخاصه ان احنا عندنا ميزه عنهم هم عندهم الانهار في الشتاء بتجمد نستغل احنا بقى خليك واعيه فعلا طبعا انا كابتن مصطفى عشان الخطه دي ما تخرش شويه هم يجمدوا هناك نقزح احنا واحنا بنتمرن بس كده لا بص حضرتك الموضوع مش كده قوي احنا عندنا شويه صعوبات وعندنا في حاجات لسه ناقصانا اللي ناقصنا الاويرنس بتاعت الشعب عامه ان دي لعبه محتاجه تشجيع محتاجه دعم اعلامي كل الباكج اللي بتبقى حوالين اللاعب
بلس ان نهر النيل مش مناسب قوي للطبيعه اللي انا بنزل بيها سباقات. انا اسمي فلات ووتر كاياك، ده هنا تقيل شويه الميه، مش تقيله بس في تيار. معنى كده ال 200 متر اللي هعملها هنا هعملها اسرع من ال 200 متر اللي هعملها في البحيره. بلس بقى زي ما بقول لحضرتك الاورنس، بيعدي جنبي لانش يرخم عليا بموكته، ممكن يقلبني، ممكن تلاقي حد يحدف علينا حاجات من فوق الكباري. فتك حلوه مع القلب واضح. يعني المعاناه هنا شويه موجوده لسه. لا هي كمان الثقافه في الغرب عموما وخصوصا في دول معينه في اوروبا عندهم بحيرات كتير وانهار كتير، وعندهم الثقافه دي ترفيهيا حتى بالزبط. بيمارسوها في الويك اندز، وتلاقي اللي عنده بيت بيطل على بحيره، متع عنده مثلا مركب صغيره بياخد فيها اهل بيته، يعني ده مش موجود عندنا الى حد كبير للاسف. مع ان المايند سيت بتاعت اللاعب نفسه، اللاعب المصري في كل الالعاب كويس، والتولز موجوده، يعني المراكب والمقاديف موجوده، احسن طرازات موجوده في مصر، والمدربين واللعيبه موجودين، فناقصنا الباكج بقى اللي حوالين. هي بتهيألي ممكن باي تايم، بس انا حسب ما يعني التايتل عندي، انت كنت المدير الفني السابق لمنتخب مصر، ودايما اي شخص بيكون لاعب سابق بيوصل لمركز كمان قيادي بيبقى دايما عنده فكر مختلف نفسه ان هو يحققه كان وهو لاعب بيحاول مثلا، لكن لما توصل لمنصب قيادي بتبقى اكتر واحد عارف اللعبه فعلا كمان محتاجه ايه. فخلينا نفهم منك يعني برده. بص الحمد لله ايام ما كنت بلعب كنت كابتن الفريق، وكان قعدنا فتره كبيره ما عندناش مدربين، فكنت انا من ضمن الناس اللي بتمرن اللعيبه، وفي نفس الوقت انا الاب الروحي بتاعهم في الميه، عشان كده كان بيقولوا لي انت كابتن الفريق. بعد ما اعتزلت فعلا اتجهت ان انا امسك النادي المصري للتجديف الفرقه الكاياك بتاعته، وكمان ان انا امرن المنتخب. كان عندي دايما حلم اللي هو احنا هنفضل امتى كدوله مصر مثلا في البطوله العربيه نجيب مركز ثالث او ثاني بس. انا نفسي اجيب يعني رغم كل الصعوبات دي كمان بنحصل على مركز ثاني وثالث، فاهم، وبنجيب مركز اول كمان. طيب يعني احنا وصلنا نجيب مركز اول. البطولتين العربيتين اللي شاركت فيهم كمدير فني كان كل حلمي ان انا اكسر عدد الميداليات اللي انا كنت بجيبه ايام الفرقه بتاعتي، وفي نفس الوقت يبقى في عدد ميداليات ذهب اكتر. وده فعلا حصل في 2016 او 2017 في المغرب. جبت كان معايا 8 لعيبه بس، رحت بيهم المغرب الحمد لله جبنا 45 ميداليه، كان فيهم حوالي 8 ميداليات ذهب. ده بالنسبه لي يعني العدد ممكن يبقى بالنسبه للناس ايه، يعني جبت 8 ميداليات ذهب بس بالنسبه لنا ده كان انجاز لان عمرها ما حصلت. طبعا الصعوبات عندكم كمان بالزبط. كتير. بحر ابيض متوسط في ميرسن في تركيا الاخيره، كان معايا لاعب واحد قدر يشارك في فاينل بي. فاينل بي ده يعني من احسن 18 لاعب على البطوله، عشان كل فاينل بيبقى فيه 9 لعيبه بس. ده برضو كان انجاز ما كانش حد قدر يعملها قبل كده. وستيب باي ستيب زي ما حضرتك قلتي اكيد هنوصل للمركز اول، اكيد هنوصل للفاينل ايه، اكيد الحاجات دي اكيد هنعملها ان شاء الله. ان شاء الله المزيد من النجاحات والمزيد من الميداليات. لو خدتنا ونهواند مره معاك كده يعني حتى بره اطار التمرين هنوريك بقى مستوى جديد خالص من الالبات. ابداع. حددوا الميعاد. حاجه عمرك ما عدت عليك قبل كده. نورت الدنيا يا كابتن مصطفى، وسعداء جدا بوجودك معانا. نورت. ميرسي جدا ليك. شرفت ليك كابتن جدا. هنطلع فاصل ونرجع مع حضراتكم، وهنتكلم بقى زي ما قلنا الفقره الاخيره على ملف كره القدم. في كلام كتير جدا اكيد عايزين نقوله كمان من المباراه او مباراه العوده او الاياب السبت الجاي باذن الله، يعني محتاجين فيها برده كلام كتير، وباذن الله يعود الفريق يعني من جنوب افريقيا يعني محمل بنتيجه كمان كويسه جدا واداء يكون رائع جدا. فاصل ونرجع نكمل. بهدف الحفاظ على اللقب الإفريقي وتحقيق النجمة العاشرة، توجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى جنوب إفريقيا ليواصل استعداداته لمواجهة سان داونز في إياب ربع نهائي دوري الأبطال. المارد الأحمر اقتنص الفوز في مباراة الذهاب بهدفين دون رد لطاهر محمد طاهر وصلاح محسن. بيتسو موسيماني المدير الفني استأنف ميران الفريق بعد راحة ل 24 ساعة لالتقاط الأنفاس في ظل تلاحم المباريات، استعدادا لخوض مباراة العودة يوم السبت المقبل. ملاحظات مهمة وتعليمات فنية تحدث فيها موسيماني مع اللاعبين لمعالجة بعض سلبيات مباراة الذهاب لتجنبها في لقاء العودة والتأهل لنصف نهائي البطولة، مع تأكيده على طي صفحة الذهاب وعدم الاعتماد على نتيجتها وخوض مباراة العودة بكل جدية لتحقيق الفوز والحفاظ على نظافة مرمى الفريق. الأهلي يسعى للحفاظ على اللقب القاري والتتويج بكأس الأميرة السمراء للمرة العاشرة في تاريخه. موسيماني أكد على استهداف النجمة العاشرة، ولكن كعادة الأهلي يتعامل مع كل مباراة كأنها بطولة منفصلة
حتى يصل للهدف الأكبر والتتويج بالبطولات المحلية والقارية. أنا برحب بحضراتكم في الفقرة الأخيرة، وزي ما نوهنا في بداية الحلقة يعني منورنا كابتن عادل عبد الرحمن نجم الأهلي السابق والمحلل، يعني المحنك واللي ما بيجاملش واللي ليه رؤية، ولما بيبقى ليه رؤية أو حاجة فعلا يعني مهمة أو نقاط هو شايفها بيقولها بمنتهى الصراحة. ده يمكن الحديث اللي دار ما بيننا أول أو في الفاصل يعني قبل الهوى، وده اللي احنا عايزينه. صباح الفل على حضرتك كابتن عادل في البداية. يعني مباراة قوية يوم السبت طبعا هنتكلم في كل ده أكيد ومنتهى الصراحة. خلينا نقول كل سنه وانت طيب. اهلا كريم، منور الدنيا ومشرفنا. خليك كل سنه طيبين وربنا يخليك حضرتك بالصحه والسلامه. هل تحب ندخل على طول في مباراه الاياب ولا تحب نستعيد ذكريات مباراه الذهاب الاول يعني كده اللي يعني جاي. خلينا نرجع على اول المباراه الاولى علشان هي مفتاح المباراه الثانيه. يعني لو كلمت عليها ببساطه اقدر اقول لك احنا عملنا نتيجه كويسه. النتيجه كانت نتيجه 2-0 كويسه قوي، لكن الاداء ما كانش يعني بالذات الشوط الثاني أداءنا ما كانش جيد يعني، ولازم نعترف بكده لأن إجهادات حاجات كتير قوي يعني احنا اتكلمنا في الأمر ده. لكن الحاجة المهمة اللي احنا طلعنا بيها ان انت جبت فرق هدفين، ودي حاجة مهمة جدا للمباراة الأخرى، لأن هو شوطين، شوط هنا في مصر وشوط في جنوب أفريقيا. انت بتلعب تيم عايز اقول لك من الفرق اللي بتلعب كره على الارض، فرقه هاديه، مش اللعب الافريقي اللي هو الدشن اللي فيه قوه، اللي انت تقدر تقول ان انت بتلعب فرق ما عندهاش فكر شويه. لا، هو عنده فكر وفرقه جيده جدا. هو يمتلك نص ملعب كويس ويمتلك هجوم عالي قوي، لكن ما بيمتلكش الدفاع كويس. حارس مرمى من افضل حراس مرمى في افريقيا على فكره. الخطأ اللي أخطأه ده الحارس الأوغندي، الخطأ اللي أخطأه وارد بيحصل كتير، ده ثقة زايدة كان من حارس مرمى. ولكن في آخر الأمر أنت كسبت مباراة، المفترض أن الدور ده يعني النتيجة أفضل من اللعب دايما. أنت لما بتكون بتمر بظروف صعبة، النادي الأهلي بيمر، إحنا لعبنا في رمضان 9 مباريات في ظل كورونا وفي ظل انت بتلعب في صيام طبعا، فلازم تعرف ان لما بتطلع من رمضان بعد ال9 مباريات دي هتحس باجهاد قوي جدا. احنا شفنا اللعيبه كان عندهم اجهاد. الحاجه الثانيه عايز تعرف اللعيبه اللي بيجي لهم اجهاد، ايمن اشرف مثلا. يعني ايمن اشرف لما خرج الشوط الثاني، ايمن اشرف من اللعيبه اللي عندها تحمل قوي قوي طبعا. فلما يكون ايمن اشرف لما بيخرج يعني لازم تعرف انه المباريات الكتيرة أثرت عليك في المباراة الأولى، لكن ربنا أكرمنا بنتيجة جيدة جدا. النتيجة دي نبني عليها بقى المباراة الأخرى، نقلل من أخطائنا علشان نقابل فرقة زي سان داونز، فرقة كويسة على ملعبها بتلعب كرة حلوة، بتلعب كرة على الأرض، عندها تحرك جيد جدا، عندها أصعب حاجة الكور الثابتة. وإحنا شفنا في مصر في المباراة الأولانية كورتين، واحدة في العارضة والتانية اللي كانت جنب العارضة والتالتة اللي الشناوي شالها ببراعة يعني. دي صعوبة. الحاجة اللي زعلتني بقى وكانت ممكن تنهي الموضوع الحكم طبعا، حكم السنغالي. أنا عايزة أتطرق للملف ده أنا وكريم حضرتك، بس خليه في الآخر لأن في كلام كتير قوي بقى. يعني ده موضوع قديم، فكرة كمان عدم وجود فار والكلام ده كله يعني غير مقبول تماما في مباريات زي كده، يعني حاجة غريبة. خلينا لا وخطأ غريب جدا، يعني خطأ جداً متعمد جداً. في حاجات صحيح بتبقى واضحة، لو الحكم طالما ما فيش فار يبقى لازم يفعل الحمل الرايه بالظبط. هو ده الكلام بقول ان هوند من شويه في نفس السياق، يعني ان في يعني لعبه بعينها لحارس المرمى سان داونز المفروض ياخد عليها محضر، تعمل له محضر. هو مش بس يطرد وتتحسب ضربه جزاء. بص يا كريم هقول لك حاجه مهمه قوي، البنالتي ده لو كانت حسب كان لازم يطرد حارس المرمى، لان فرق معانا جدا، لان كان هيلعبوا 10 حارس المرمى يطرد مش هيلعب المباراه القادمه، كنت انت جبت جوان اكتر، كنت ارتحت كتير قوي طبعا. ولكن احنا مش برضو مش عاوزين نرمي على التحكيم. النادي الاهلي طول عمره بالذات الفتره اللي فاتت بيقابل
حته التحكيم وبالذات في افريقيا بيقابل شويه مشاكل كتير قوي. صحيح، هي مش اول مره وما اعتقدش هتبقى اخر مره للاسف الشديد. يعني حتى هنا في مصر احنا لما بنلعب انا ما شفتش الفار بيشتغل مع النادي الاهلي، وكان الفار اتعمل ضد النادي الاهلي بس الحقيقه والله. يعني ارجعوا بالذاكره كده لمباريات الدوري اللي فاتت، انا بحللها كلها او معظمها، انا بشوف ان اي حاجه على النادي الاهلي بيجروا على الفار، اي حاجه للنادي الاهلي بيعدوها في معظم النادي الاهلي يجيب جول لازم اوتوماتيك يجري على الفار علشان يشوف احتمال يبقى في اي حاجه. انا مش عاوز اقول ان هو ان في سوء نيه يعني او تربص، سوء نيه أو. احنا بنثق في حكامنا قوي، واحنا دايما طول عمرنا بنساند حكامنا، لان احنا سعداء جدا انه ان حكام مصريين حكموا مباراتين لاهلي وزمالك وطلعوا مباراتين كويسين. لكن انا بتكلم قبل كده، انت ضاع منك بالظبط يجي 8 بونت من الفار من التحكيم. حتى هدف ايمن اشرف في مباراه من المباريات عمره ما يتحسب، رجع للفار والفار اداله كده. انا عايز اقول ايه، كتير قوي الناس ما بتعرفش انك انت لما تيجي تدي قرار عكسي على فرقه انت ممكن تضيع مجهود منظومه كبيره، مجهود طبعا. فرقه مش النادي الاهلي بس، انا بدعو ان بنتكلم على مبدا على المبدا طبعا. التحكيم نفسه، لانك كتير بيفتكروا ان الفرقه اعدادها بيبقى الساعتين اللي بيتلعبوا، لا الفرقه اعدادها سنين ومستقبل لعيبه في دوري ومستقبل لعيبه في مباراه. ايوه كابتن عادل، بس هو مش المفروض ان شغلانه الفار ان هو يعمل عمليه احقاق للحق؟ ده انا عايز اقول لك هو المفروض انه استحدث في عالم كره القدم عشان يوصل للنتيجه دي، ليه مش بيوصل للنتيجه دي؟ لا ده في حاجه مهمه قوي، الحكام محظوظه جدا بتاع الزمن ده او العصر ده هنا هون. ليه؟ بيلعب بدون جمهور، واحد مفيش ضغط طبعا، اتنين مع الفار، يعني معناها انك انت ما بتاخدش القرار في الثانيه اللي من غير فار. زمان لما الحكم كان بيدي القرار بتاعه بيدي القرار بتاعه في اجزاء من الثانيه طبعا، فممكن يبقى في خطا. لكن انت دلوقتي تلعب من غير الجمهور يعني من غير ضغط، بيديك الفار بيديك الكره بتتفرج عليها اكتر من دقيقتين ثلاثه ومن كل الزوايا اي نعم لسه تقنيه الفار عندنا مش بالكواليتي اللي هي ماشي تكشف لك، بس على الاقل الزوايا المتاحه بتبين، على الاقل بيديك وقت انك تاخد قرار تاني. انت فاهمني؟ فانا بقول لك ان الحكام محظوظين، المفترض انه يستغلوا الامر ده. هي بس في عندنا مشكله واحده، انه في احيانا انديه في حكام، ودي معروفه ويمكن دي كانت موضه في مصر عندنا من 25 سنه و20 سنه والحاجات دي، الحكم بيضرب القوم علشان يبان انه جريء، عشان يبان او يبان ان هو فار يعني مثلا، يعني دي فكره احيانا صحيح. عاوز الناس تتكلم عليه، فيجي في مباراه قويه لنادي قوي يعمل مشكله قويه عشان الناس تفضل تتكلم عليه فتره. انت فاهم؟ دي مدارس، المدارس دي كلها المفترض ان هي اتشالت علشان تقييم الحكام، ما هو ده واللعب الدولي، ما هو ده بقى ده يفرق جدا. على كل حال انا هرجع مع حضرتك انا وكريم لازم برضو للنقطه دي تحديدا، فكره كمان الخطوات الايجابيه اللي بيتخذها دايما النادي الاهلي، ومؤخرا طبعا فكره هنا الشكوى للكاف ده امر كان لابد على منه فكرة توقف يعني بالظبط. امبارح كان الخبر فعلا اتوقف، لان الكلام ده قلناه امبارح يعني كان ممكن ان هو، ومش بنتكلم عشان محمد شريف، ولكن كان ممكن ان هو يقضي على مسيره لاعب. يعني الواقعه دي تحديدا صعبه جدا، يعني او اصلا محمد شريف احنا امبارح عرضنا صوره ظهره بشع، فيها يعني تهور، فيها لعبه خطره على اللاعب، فيها كارت احمر مباشر مش بانذار صح، وفيها هو ممكن علشان مواجهه الحارس ممكن الحكم يقول انا ما شفتهاش، بس ما هو يسال لازم ما هو يسال ما هو ده هو ده اللي احنا هي الرايه، بس هم دائما يعني لا شفتها انا لا انا شفتها طبعا. انا عارف الضربه دي جت لنيمار في كاس العالم وما كملش كاس العالم، لا دي محاوله اغتيال يا كابتن عادل اللي احنا بنشهدها دي، دي مش لعبه في وسط مباراه، دي محاوله اغتيال. بس انا عايز اقول لك كلمه، انا بعاتب على لعيبه الاهلي في ايه بقى؟ ان برضو لازم يبقى عندنا الذكاء بتاع اللعيبه، انك لازم تحسس الحكم انه اخطا. احيانا لعيبه اوروبا او اي لعيبه حتى الاوت اللي على الخط، لما انا بطلع اللعيبه تلاقيه بيرفع ايده، فالحكم ممكن النظر يخدعه،
فممكن يديها لك. انا مش بقول انك انت تتحايل على الحكم، لكن بقول لك انك انت تعرف الحكم ان دي صعبه قوي انك تعديها. والحكام احيانا بيتاثروا كده، هي كره القدم كده، تلاقي القرار اصل ده قرار ظالم جدا. طب اي قرار ضد فريق اكيد هينرفز اعضاء الفريق ده وهيبدوا استيائهم. يعني انت لعيبه النادي الاهلي دايما عندنا ميزه كويسه قوي ان انت، ودي اداره النادي من الصغر او من زمان جدا كانوا بيقول لنا، عمرك ما تعترض على تحكيم، ولكن في نفس الوقت لازم تبقى ذكي شويه. لعيب الكره لازم يبقى ذكي. يعني حد من لو كابتن التيم يروح يقول للحكم فيها ضربه، ممكن الحكم يحس ان هي عاديه علشان ما حدش يعترض ولا اتكلم. انا ما بقول انا، بس هو كان في اعتراض فعلا، هو الناس كلها كانت اصلا في الملعب كان باينه يعني ده. بس لا يعني 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 انا عايز اقول انه الحكم خدها ببساطه جدا. لا ما هو ده عشان كده احنا بنقول عليها علامه استفهام، يعني ده امر اكيد. لا هو انا منه. انا من وجهه نظري انه كان يجب يبص الناحيه الثانيه للزمان بتاعه، وعلشان رؤيه اللعبه، لان هو كان في الناحيه الشمال، كان ممكن الرؤيه بتاعته تبين ان هو فيها لعبه خطره جدا. طيب احنا هنستاذن حضرتك بس ايه ناخد من وقتك لحظات، هنروح لزميلنا العزيز كريم احمد ونعرف منه اخبار توجه البعثه لجنوب افريقيا. ايه كريم، صباح الخير عليك، اهلا بيك. صباح الخير عليك طبعا زميلي العزيز كريم، وكل التحيه لزميلتي العزيزه نهواند، واكيد طبعا بوجه التحيه الكبيره للكابتن الكبير كابتن عادل عبد الرحمن. اهلا كريم، احنا مستنيين تعرفنا بقى على كل التفاصيل والاجواء عندك عامله ازاي. الحقيقه طبعا يعني كل التمنيات والتوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله في هذه المباراه المرتقبه والمنتظره واللي عليها يمكن تركيز كبير جدا من لعيبه النادي الاهلي. اكيد طبعا حابين نطمن كل الجماهير على حاله اللاعبين، الرحله، مدى الرحله وصعوبتها. يمكن عايز اقول في البدايه طبعا يعني رغم وجود طائره خاصه بقرار اكثر من رائع لمجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب اللي بيحاول بشكل كبير جدا يوفر كل المناخ الطيب لفريق النادي الاهلي، يكون فقط تركيزهم في 90 دقيقه في كل المباريات. صعوبه الامر طبعا يمكن لو كان الامر ما فيهوش طائره خاصه كان الرحله ممكن تستغرق من 16 ل 17 ساعه، لكن لو بتكلم على الرحله اللي بدات طبعا من القاهره في تمام التاسعه مساء وجهنا الى اسوان ساعه مباشره ترانزيت لتزويد الطائره بالوقود، ثم 7 ساعات اخرى للتوجه الى بريتوريا. وصلنا الحمد لله بسلامه الله مباشره، اجراءات احترازيه مشدده ومكثفه جدا الحقيقه هنا في جنوب افريقيا. يعني المعلومات اللي هنا طبعا عارفين طبعا جائحه كورونا منتشره في العالم كله، لكن هنا كمان يمكن في صعوبه شويه في الامر، اللي يمكن الكورونا الخاصه بالهند والكورونا الخطر جدا طبعا والنوع الجديد الخطر من كوفيد 19 يعني واصل هنا شويه، لان يمكن بعض الهنود اللي كانت متواجده في الهند واثرت عليهم تواجدوا في جنوب افريقيا وفي تنزانيا وفي عدد من البلاد الافريقيه. فالحقيقه من تواجدنا في المطار اجراءات احترازيه مشدده جدا، بجانب كمان الامر المهم اللي على طول النادي الاهلي بيكون بيصطحب معاه احد العمال اللي بيكون على طول متواجد في غرف اللاعبين، التعقيم المستمر بيتواجد في التدريبات. فيا رب ان شاء الله يسلم لعيبه النادي الاهلي ويحفظهم على مدار الايام من خلال التدريبات وقبل المسحه اللي ان شاء الله باذن الله بنتمنى تكون المسحه سلبيه للبعثه بالكامل وجهاز فني ولاعبي النادي الاهلي. حاله اللاعبين الحمد لله مطمئنه، ويمكن هتكلم على نقطه مهمه جدا، واكيد الكابتن عادل عبد الرحمن بخبرته الكبيره واحد نجوم النادي الاهلي عارف هذا الامر، تركيز كبير جدا يا كابتن عادل، زميلتي الهوان زميلي كبير كريم. احنا شفنا في الطائره كل لعيب متواجد امامه اللابتوب بيتفرج على المباراه الاخيره مباراه الاهلي وصن داونز، بعض اللقطات اللي يمكن على طول بيتسو موسيماني بعد كل مباراه مع موسيمو خطة ايضا كمان محلل الاداء، ويوشا ايضا كمان محلل الاداء اللي بيشتغلوا على المباريات، كل اللعيبه مركزه، كل اللعيبه بتحاول ان هي تشوف النقاط القوه والضعف والثغرات والاخطاء اللي وقعوا فيها في المباراه الاخيره. نتيجه كانت مطمئنه وطيبه جدا 2-0، لكن المباراه هنا هتكون شرسه وقويه جدا كعاده فريق سان داونز على ارضه، لكن بالجديه والعزيمه وروح الفانيلا الحمراء وشخصيه النادي الاهلي اللي بتحسم اي مباراه ان شاء الله باذن الله تكون المباراه من نصيب النادي الاهلي. احنا متواجدين في فندق الاقامه، لكن خلاص على طول مباشره لعيبه النادي الاهلي بتستعد، لان في خلال ساعه هيكون توجه مباشره الى الملعب التدريب الاول لفريق النادي الاهلي. تدريب النهارده هيكون في تمام الثالثه عصرا وهو موعد المباراه. النقطه كمان اللي مهمه جدا طبعا اللي عايز اطمن كل جمهور النادي الاهلي عليها، الحراره والجو والرطوبه اللي احنا كنا معتادين عليها في افريقيا. الحقيقه الجو رائع ومميز جدا، يعني احنا وصلنا الساعه 6:30 صباحا او 7:45 صباحا كان درجه الحراره في جنوب افريقيا 7،
فده امر يعني كنا بنامل ان هو يكون على طول مستمر كمان. وصباحا الجو فيه بروده شويه، يمكن احنا لابسين لبس شتوي شويه طبعا، يعني اكيد طبعا مع الفرق الكبير بين مصر وهنا، يمكن مصر درجه حراره عاليه جدا لكن هنا الامر فيه بروده، لكن ده جو كوره بشكل كبير جدا. ان شاء الله ما يبقاش فيه يوم المباراه كمان ما يبقاش فيه اي معوقات تعوق فريق النادي الاهلي او رطوبه او الطقس يكون متقلب. بنتمنى كل المناخ وكل الظروف تكون معانا ان شاء الله. نقطتين كمان حابب اطمن بيهم كل جمهور النادي الاهلي من خلالكم، عوده اكثر من لاعب وعلى راسهم علي معلول وحمدي فتحي، قيمه كبيره جدا علي معلول الحقيقه اللي كنا بنتمنى يكون متواجد مع لاعبي النادي الاهلي خلال الايام الماضيه سواء في بطوله الدوري العام وفي البطوله الافريقيه. بنقول له الحمد لله على السلامه يا علي، ان شاء الله باذن الله على مدار الايام القادمه سواء يكون متواجد في مباراه صن داونز حتى على دكه البدلاء وتكيوز ان شاء الله يكون اقوى واكبر للشق الثاني بقى وبعد هذه المباراه وهي مباراه السوبر الافريقي. حمدي فتحي كمان بنقول له الحمد لله على السلامه يا حمدي، غيابه كان مطول شويه لكن الحمد لله ما بنلاقي لعيبه راجعنا مع العدد الكبير اللي كان فيه اصابات خلال الايام الماضيه، بنطمن شويه وبتكون رساله مطمئنه الحقيقه لكل جمهور النادي الاهلي. فقدنا عدد كبير من اللعيبه لكن الحمد لله تدريجيا بينضم لنا اللاعبين الحمد لله كلهم بيكونوا متواجدين في التدريبات بشكل تدريجي. متولي، سعد سمير متواجد، اكرم توفيق متواجد، فيا رب ان شاء الله باذن الله لعيبتنا تكون في قمه تركيزهم في جاهزيه كبيره جدا ان شاء الله باذن الله. و90 دقيقه حسمناها في القاهره، يتبقى لنا ان شاء الله 90 دقيقه باذن الله بروح الفانيله الحمراء تنتهي ويحصد النادي الاهلي هذه المباراه وينطلق الى الادوار القادمه. الجو مطمئن، الامور مطمئنه حتى هذه اللحظه، بنتمنى بس ان شاء الله الايام القادمه ربنا يحافظ على لعيبه النادي الاهلي من الاصابات وان شاء الله باذن الله لاعبي النادي الاهلي تتاهل من هنا من صن داونز ويكسب صن داونز زالة في هذه المباراه. طيب كريم، طبعا تغطيه اكثر من رائعه، وانا عايزه اروح معاك لنقطه محدده علشان بس ناكد مره ثانيه، لان سياده سفير احمد الفضلي سفير مصر لدى جنوب افريقيا يمكن هو كان ليه تصريح برضو زي ما انت قلت كده، كان بياكد فكره هناك ان الاجواء مناسبه جدا وكمان درجه الحراره اكثر من رائعه، يعني دي حاجه مطمئنه جدا. وفكره كمان احنا بنتكلم ان احنا ما عندناش جمهور، فدي برضو نقطه اعتقد في غايه الاهميه. فخليني برضو أروح معاك ليه بقى هنا فكرة، يعني أو ننتقل للصحافة والتصريحات المختلفة اللي يعني بنسمعها، لأن ربما دي لحد ما تكون مؤثرة على اللعيبة. هل فعلا بيكون في اطلاع من قبل باتسو موسيماني أو أعضاء يعني الفريق عندنا على أي شيء بيكتب في الصحافة هناك أو أي تصريح بيصدر مثلا من أي حد في الجهاز الفني؟ لأن زي ما أنا قلت لك كان في تصريح عقب يعني مباراة الذهاب هنا في مصر كانت أعتقد كلها يعني فيها لهجة كده مش حلوة عن الأهلي وعن اللعيبة، هل ده بيتم برضو لحد دلوقتي في الصحافة في جنوب أفريقيا؟ خلينا نعرف منك ماذا يكتب عن يعني مباراة الإياب اللي هي هتكون يوم السبت. اكيد نقطتين مهمين جدا طبعا زميلتي الهواندا، وعايز ارجع معاك للنقطه الثانيه وهي نقطه الصحافه ومدى تركيز اللعيبه وهل اللعيبه بتلتفت لهذا الامر، الجهاز الفني بيلتفت لهذا الامر، وتحديدا بيتسو موسيماني. يمكن لو بيتسو موسيماني هنتكلم عليه تحديدا، يمكن الراجل هنا بقى خبره طويله وكبيره جدا هنا في جنوب افريقيا وتحديدا في صن داونز، الاعلام هنا يمكن طبعا اكيد بيتكلم بشكل كبير والتصريحات كلها بتنعكس على الفريق صن داونز وليس النادي الاهلي، لان النادي الاهلي هدفه هي البطوله، فاكيد في تصريحات بتكون بتخرج من هنا وبنسمع كمان من هنا. لكن الطبيعي ان احنا كمان هنا ما بنكون متواجدين في افريقيا بنقابل جمهور وبنقابل عدد من الناس، بتكون في بعض الاشارات المعتاده طبعا على لاعبي النادي الاهلي، لكن الامر ده ما شفناهوش. التصريحات كلها بتنصب على فريق صن داونز لان هو يمكن يعني هزيمته 2-0، المدير الفني والجهاز الفني بيحاول ان هو يحفز لعيبته بشكل كبير، يقلل شويه من النادي الاهلي، لكن النادي الاهلي قيمه كبيره جدا، والنادي الاهلي يعني احنا عارفين الفتره اللي فاتت جمهور النادي الاهلي لعيبه النادي الاهلي حصلت على البطوله التاسعه مباشره اليوم الثاني العشره اهلي، هم دول جمهور النادي الاهلي. لكن عايز اكد لك يا زميلتي نهاوند ان مفيش اي تصريحات سواء لعيبه النادي الاهلي بتكون ان هي بتبص عليها او بتسمعها او بيبقى ليها تاثير عليها، لان هدفنا واحد، هدفنا هي البطوله الافريقيه، مهما كان المنافس ومهما كانت التصريحات ومهما كانت الظروف، المناخ، الرطوبه، كل الامور دي لعيبتنا متعوده عليها. لكن احنا بنقول الواقع، ما بنقول الجو كويس، ده امر بيكون مهم جدا لان احنا على طول بنكون متواجدين في مع الفريق في افريقيا في البطولات بشكل عام وايضا كمان في المباريات الصعبه، لكن لما بنشوف جو زي كده بيدينا طمانينه شويه، ما بيرجع لنا عدد من
اللاعبين بيدينا طمانينه شويه. وجود الكابتن محمود الخطيب كرئيس البعثه ورئيس مجلس اداره النادي الاهلي رساله مطمئنه ودعم ومسانده كبيره جدا. فكل الظروف دي على ما اعتقد لعيبه النادي الاهلي واعيه ليها بشكل كبير جدا. عندنا هدف وحيد ان شاء الله باذن الله ان احنا 90 دقيقه دي بيبقى عندنا الاسبقيه زي ما جاش فينا اهداف في المباراه الاولى نقدر نستمر على كده. الشناوي وتالقه الكبير رامي ربيعه وتالقه الكبير كل اللعيبه يا رب ان شاء الله يكون على قدر المسؤوليه كعادتهم ويكونوا في الميعاد. وان شاء الله باذن الله عقب 90 دقيقه اللي هكون يوم السبت ان شاء الله باذن الله يتاهل النادي الاهلي وباذن الله تكون البطوله العاشره من نصيب النادي الاهلي ان شاء الله. يا كريم نشكرك جدا، دايما تغطيتك بحقيقة بتكون اكثر من رائعه، وبالتوفيق باذن الله. وزي ما هنفضل نقول كده ومتوقعين ان شاء الله يعني ترجعوا يعني والفوز حالفكم. انا قبل ما اطلع فاصل انا وكريم بس هبقول لحضرتك انا ليه سالت تحديدا عن الصحافه، لان عقب المباراه اللي فاتت اللي هو الذهاب في تصريحات كانت لحد ما هقول قاسيه حول الاهلي، وربما احنا ده متوقعينه تحديدا من المدير الفني لو انا هتكلم مش بس الصحف يعني في جنوب افريقيا. لا ده بدايه التحضير لمباراه تانية. هو صحيح يعني صحيح. هو اكيد المدرب عشان يدي ثقته لعيبته ان النتيجه 2-0 المفترض ان هي نتيجه كبيره، فعشان يديهم الثقه فبيشكك في الفرقه اللي لعبته. ده اسلوب تدريبي يعني. انا بتفق مع حضرتك. الحاجه الثانيه المهمه اللي اتقالت وانا عاوز افصل يعني اوضحها، انه اللعيبه بيتفرجوا على لقطات او مباريات. المفترض ان ده نوع من عمل المدرب والجهاز المعاون معاه يعني، او بعد المباراه عشان اسهل كمان على اللعيبه، مش لازم اخليه يتفرج على المباراه كامله. انا بعمل له مونتاج لاكثر من موقف اخطائه فيها بالظبط، وسلبياته وايجابياته. ما يتعملش سلبيات بس، لازم يتعمل ايجابيات برضو علشان اللاعب في وسط سلبياته لو اتفرج على سلبياته ممكن ثقته تقل شويه. فانت بتدي له دي وبتدي له دي. المفترض انك انت معاك حد بيشتغل في المجال ده كويس قوي، وده بقى علم كبير قوي، لان العالم كله شغال كده دلوقتي لان مفيش تدريب. يعني مثلا لو اتفرجنا على اوروبا نلاقي 3 مباريات في الاسبوع الواحد، فما فيش حاجه اسمها انه ينزل يتمرن كتير وخلاص، هو فيديو واستشفى اللي هو اللي يرجع اللعيب لحالته الطبيعيه تاني. فعلشان كده انا بقول لك انه دي بدايه من المدرب بتاع صن داونز ان هو يبدا يشكك في لعيبه الاهلي. بس هو الحاجه الكويسه انه لعيبه النادي الاهلي ما بيقروش المواضيع دي خالص، هي بس يمكن اللي هيتاثر شويه بالموضوع في المباراه دي هيبقى موسيماني شويه، لان موسيماني في رايح النادي بتاعه طبعا اللي كان بيمرن فيه طبعا البلد بتاعته، فاكيد عاوز يعرف وعارف الصحفيين بيتكلموا ازاي. وخلي بالكم في جنوب افريقيا الناس غير افريقيا كلها، يعني الناس برضو في عقلانيه شويه، هم علقوا ان موسيماني هيعمل نجاح لمدربي جنوب افريقيا وسمعه كويسه في الدول في العالم كله انه يمسك نادي زي النادي الاهلي. فدي تبقى حلوه ليه، فمش هيبقى فيه هد عليه قوي يعني برضو هيشتغلوا عليه بالراحه، ولكن في اثناء الفتره بتاعه الثلاث اربع ايام الجايين ده هيشتغلوا عليه في حته الثقه بس، ان 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 الشوط الثاني بالذات هيتكلموا على ان صن داونز ضيع فرصتين مهمين، وان النادي الاهلي الشوط الثاني ما اداش بالصوره الجيده قوي، ف حصل ان النادي الاهلي جاب الجون الثاني فقط في الشوط الثاني، مع ان الاستحواذ كان اكتر يعني، وده لا غريب. هو الشوط الثاني ممكن استحواذ صن داونز كان اعلى. ما ده اللي انا بقوله، استحواذ صن داونز كان اكتر. ورغم كده احنا يعني احرزنا. ما هو في حاجه في كره القدم، مش لازم المباريات اللي ودي عاده في الفرق الكبيره. في ايام طب انا هقول لحضرتك على حاجه بقى، اقول لك على حاجه كابتن عادل، لما تكسب يبقى كويس. نطلع فصل ونرجع نشوف يوم بقى وكده، لان لسه فيه لسه فيه بصراحه يعني محاور كتيره جدا. فاصل سريع ونرجع نكمل اتفضل. على كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، وكواليس خاصه لمباراه العوده الاهلي وصن داونز في بريتوريا، يا رب ان شاء الله باذن الله كل توفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه. انا معايا بقى النجم نجوم النادي الاهلي الحقيقه كابتن محمد شريف، برحب بيك طبعا في البدايه، وموفق دايما، ويعني كلنا بنتمنى لك التوفيق. جمهور النادي الاهلي بيساند وبيدعم الفرقه بشكل عام وبشكل شخصي الحقيقه بيدعمك كابتن شريف على ادائك المميز. حابب تقول في البدايه على الدعم والمسانده لجمهور النادي الاهلي؟ طبعا بشكر جميع النادي الاهلي طبعا على الثقه اللي ان هم بيدوها للواحد
الواحد بيحاول يجتهد وبيحاول يعمل عليه عشان يسعد الناس دي، وان شاء الله يكون عند حسن ظنهم باذن الله. الكوره اللي دخل فيها يمكن حارس المرمى لسان داونز يمكن اثرت بشكل كبير جدا، وشفنا كمان كابتن شريف الكدمه القويه جدا، ال- 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 الرجوله والاصرار والعزيمه وشخصيه النادي الاهلي بتبان في المواقف دي مهما كانت الكدمه ومهما كانت القوه ومهما كان الكلام، لكن راجل في الملعب يا شريف. قول لي كواليس اللعبه دي بالذات لان كانت لعبه خطر جدا. والله يمكن انا ما شفتوش، انا كنت برجع بضهري لقيت حاجه كده جامده جدا دخلت فيا. انا الموقف في ساعتها تعبني جدا، حسيت ان انا في حاجه غلط، مش بس الحمد لله الواحد حاول يدوس على نفسه شويه ويكمل الماتش عشان خاطر الفرقه يعني وكده، والحمد لله مش مهم كان شريف يحصل حاجه، المهم ان احنا كسبنا 2-0 وعملنا جيم كويس بالنسبه لان انت مضغوط جدا في الماتشات الفتره الاخيره، فان انت تكسب 2-0 ده وفرقه كبيره زي فريق سان داون. طبعا احنا لسه ما صعدناش، ان شاء الله الماتش بتاع بريتوريا ده نطلع بنتيجه ايجابيه ونقدر نصعد ان شاء الله. انا عارف يمكن خلاص انتهت 90 دقيقه ولسه فاضل 90 دقيقه، وال90 دقيقه الثانيه هي بتكون الاصعب. مدى تركيز اللعيبه نقولهولي، كلامكم مع بعض ازاي يا كابتن شريف، كمان الجهاز الفني بيتكلم معاكم ازاي، ودوافعكم ازاي لهذه المباراه؟ احنا كلاعيبه احنا قلنا يا جماعه احنا حتى بعد الماتش اتكلمنا جوه، احنا يا جماعه لسه ما عملناش حاجه، احنا لسه ده شوط، في شوط ثاني في جنوب افريقيا، ان شاء الله نركز فيه ونطلع بنتيجه ايجابيه ونبقى شكلنا كويس، مش اللي انت رايح تخسر 1-0 ولا تخسر 2-1 ولا الكلام ده، لا احنا رايحين نعمل نتيجه ايجابيه ونلعب باسم وشخصيه النادي الاهلي، وان شاء الله الفتره اللي جايه باذن الله يكون فيها مزيد من البطولات والانتصارات باذن الله. الدعم والمسانده من جمهور النادي الاهلي ده هدف بالنسبه لنا، لان الفتره اللي جايه تلاحم كبير للمباريات وخلاص البطوله بتقرب وعندنا بطوله السوبر كمان، فمطلوب ايه من الجمهور الدعم والمسانده الفتره اللي جايه كابتن شريف؟ اكيد طبعا محتاجين دعم الجمهور جدا، ده قدر لعيب النادي الاهلي بيلعب في كذا بطوله، مش بتلعب في بطوله واحده بس، انت لسه خارج من سوبر وعندك كاس، لسه خارج من كاس عالم للانديه وكاس مصر وبطوله الدوري وافريقيا لسه خلصانه اللي هي اللي، فبتلعب بطولات كتير جدا وضغط ماتشات يعني كفايه ضغط الدوري اللي انت ضغطته الفتره الاخيره دي، فان شاء الله نكون عند حسن ظنهم، وان شاء الله كمان بعد ماتش بريتوريا ان شاء الله نصعد ونروح نلعب السوبر في قطر وباذن الله ناخده باذن الله. تابعنا مع حضراتكم هذه اللقاءات السريعه اللي اجراها زميلنا العزيز كريم مع يعني اعضاء الفريق والبعثه المتجهه الى جنوب افريقيا وعوده، وكان طبعا الوقت يعني سرقنا بالفعل، الوقت سرقنا فعلا يعني جدا عادل. احنا لسه عندنا المفروض يعني الاياب كنا عايزين نتكلم فيه علشان زي ما حضرتك قلت الاخطاء اللي كانت موجوده في ماتش الذهاب، فكره هنا برضو العمل الجماعي، الاجوال اللي جاتها اللي هي فرديه من وجهه نظر حضرتك ولا كان في تيم وورك، فكره الدفاع احنا عندنا مشكله كان في الرباعي يعني الدفاع الرباعي بتاعنا سواء أيمن أشرف سواء محمد هاني بدر بنون كان فيه إصابات، عندنا مشاكل، هل الوضع فيه أو الصورة في اللي جاي إيه؟ أنا معلش بتكلم بسرعة عشان فاضل دقيقتين ولازم الإجابة كمان للأسف أنا خليني أخد الموضوع بسرعة كده، والمباراة باختصار في حاجتين، حاجة الأولانية الكور الثابتة بتاعتهم خطرة للغاية، لازم نعمل حسابها كويس ويتفرجوا عليها كويس ويشتغلوا عليها كويس قوي، لأن خطورتهم 50% من خطورتهم الكور الثابتة. الحاجة الثانية المهمة ان ما نديهمش الاستحواذ شويه، عكس الشوط الثاني لازم نلعب بجراءه اكتر، لان عندنا اللي هو نقدر نبني عليه، عندنا هدفين لو لقونا عندنا شراسه هجوميه في البدايه اقدر اقول ان احنا هنعمل مباراه جيده، وان شاء الله اهم حاجه ان احنا نوصل، لان البطوله ان شاء الله لو يعني اتمنى ان احنا نوصل الدور اللي بقى بعد سان داونز هنلاقي الامور اسهل كتير قوي، لان انا شايف البطوله فنيا بعد سان داونز ممكن تبقى في المتناول. يا مسهل الحال يا رب ان شاء الله. كابتن عادل عبد الرحمن نجم النادي الاهلي السابق نورتنا وشرفتنا، اشكرك اشكرك. وعدم برضه يعني التركيز مع الهجمات المرتده اعتقد دي نقطه برضه بتهيألي والله، بس احنا مهمه احنا يعني احنا ممكن نتكلم كتير قوي في المباراه، ولكن عشان وقتكم احنا اهم حاجه روح النادي الاهلي بس وقلب اللعيبه يبقى بس قوي جدا، وايمانهم طبعا بالله طبعا ثم في قدراتهم، لان هم افضل ناس في افريقيا في الوقت الحالي، فالمفترض ان هم يبقى عندهم الشجاعه اكتر، اتمنى ان في المباراه دي يكون في شجاعه اكتر محسوبه. دي حاجه انا وكريم اكيد وكلنا بنتفق مع حضرتك، ماتش مش هيكون سهل، فريق سان داونز اكيد فريق قوي، واتمنى ان احنا فعلا من الدقيقه الاولى يعني برضو نكون مسيطرين، لان لو حصل جول فينا يعني لا قدر الله في اول دقائق او الشوط الاول ربما ده هيؤثر بشكل سلبي جدا، فان شاء الله يحصل العكس. كلمه اخيره سريعه عاوز اقولها لك، احنا عشنا المواقف دي كتير، فاحنا عارفين تفكير النادي الاهلي، تفكير النادي الاهلي بيبقى حتى لو كسبتي 5 بنقول لسه المباراه، هو ده واللعيبه بتقاتل،
ولو اني بقى اخد اقول اخر حاجه بقى توقعاتي اللي انا قلتها لكم 1-0 للاهلي نتمنى ونسيبها على الله ان شاء الله ربنا يصلح الاحوال. نورت الدنيا يا كابتن عادل. شكرا جزيلا الشكر على وجودك معانا واكيد الشكر موصول لكل حضراتكم على حسن المتابعه حلقه النهارده. بكره باذن الرحمن يتجدد اللقاء وحلقه جديده و10 الصبح في الاهلي. صباح الفل عليكم.